الخير. اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات حديث القاهره. حلقه النهارده السبت بدايه الاسبوع 27 يناير 2024. عندنا مجموعه كبيره جدا من الاخبار الحقيقه اللي كانت حديث القاهره، لكن على المستوى العالمي واللي مأثر فينا جدا كل شخص فينا هنا في جمهورية مصر العربية، زي ما هو مأثر بالدم في كل الوطن العربي، هو اللي بيحصل في غزة. الدولة المجرمة على مستوى العالم واللي متهمة بارتكابها لجرائم إبادة جماعية وفق العريضة اللي مقدمة من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، تم صدور فيها قرار، أو خلينا نقول بيان. هذا القرار اللي خرج من محكمة العدل الدولية، إيه تأثيره على هذه القضية؟ هل هو قرار مهم؟ هل ينفع نستفيد فيه؟ هل هو إضافة في طريقنا لرفع المعاناة عن إخواتنا وأخواتنا اللي موجودين في غزة وبيتضربوا ليل ونهار قدام المجتمع الدولي كله من غير ما يكون في قرار رادع فاصل بإيقاف إطلاق النار في غزة؟ أكيد عندنا أسئلة كتير، لكن خلينا ناخد الإجابات من ضيفنا الكريم عبر زوم، سيادة السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. معالي السفير، أهلا بحضرتك معنا في حديث القاهرة. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللمشاهدين جميعا. الحقيقة إحنا عندنا سؤال، هو لماذا لم تصدر محكمة العدل الدولية قرار بوقف إطلاق النار؟ ما الذي منعها يعني؟ يعني كنا نتوقع أن يكون شيء من هذا القبيل، لكن ما تم إصداره من التدابير الوقائية تشير إلى إمكانية تنفيذ ذلك. لابد أن يكون هناك وقف إطلاق النار، بمعنى أن الطلب الذي قدم من قبل جمهورية جنوب أفريقيا كان يتعاطى مع العناصر القانونية الموجودة باتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية للعام 48 المتفق عليها من الجمعية العامة، والتي أصبحت نافذة عام 51. فبالتالي عندما طلبت جنوب أفريقيا 9 مطالب، كان أحدها هو تعليق الأعمال العسكرية، لكن المحكمة هناك 15 قاضي، يعني يجب أن نعرف الخلفيات لهؤلاء القضاة، لكن المهم أنه أخذت جزء كبير أو معظم ما أوصت به جنوب أفريقيا عدا هذه الجملة فقط. لكن إذا ما أخذنا التدابير الوقائية التي تم إصدارها، بمعنى منع القتل والإساءة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، والابتعاد عن التحريض وتوفير الغذاء والماء والطعام، وكذلك محاولة يعني إعطاء الفلسطينيين حياة إنسانية، هذا لا يمكن أن يتم إلا بوقف إطلاق النار. أي بس معالي السفير، وهذا أبقى يعني قضية هامة جدا، القضية الأساس في هذا الموضوع، أن مجرد أن تصدر المحكمة تدابير وقائية، هذا يعني أن القضاء وصلوا إلى قناعة بأن هناك دلائل تشير إلى جريمة إبادة جماعية، لكن لا يمكن البت في هذا الموضوع قبل المرافعات القانونية التي ستأخذ وقتا طويلا. معالي السفير اسمح لي بس هقف في هذه الجزئية. حضرتك قلت لتنفيذ هذه القرارات التي خرجت من المحكمة الدولية، اللي هي ليست في صيغة حكم إطلاقا، وإنما نطلب ونأمر على إسرائيل أن تنفذ كذا وكذا وكذا، هي حتى تنفذ لابد أن يتم وقف إطلاق النار، ولكن هل صحيح بالأساس إسرائيل ملزمة بتنفيذ القرارات اللي خرجت عن المحكمة الدولية؟ لأن إحنا شفنا تصريحات ليها بتقول إحنا بنقوم بده فعلا، وإن إحنا هنواصل القتال وحنحاول نعمل اللي هم قالوا عليه لأن إحنا بنقدمه حقيقي. يعني إذا أردنا النقاش في هذا الأمر، إسرائيل لا تلتزم بأي شيء منذ نشأتها. إسرائيل لم تلتزم حتى بالقرار 181، قرار التقسيم عام 47، ومنذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة إسرائيل تطعن ولا تلتزم بكل قرارات الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن وباقي المؤسسات الدولية الأخرى. لكن هنا المسألة مختلفة، إسرائيل عضو في هذه الاتفاقية، وموضوع الإبادة الجماعية أعتقد أن إسرائيل بالنسبة لها قضية خاصة، لأنه يعتبروا أن قيام إسرائيل أصلا جاء بعد ما حصل في الحرب العالمية الثانية من المحرقة التي وقعت بحق اليهود. فالآن بالنسبة لهم أن تكون إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تحاكم بهذه الجريمة، قضية ليست يعني بهذه السهولة
وستفقد إسرائيل مصداقيتها التي تدعيها بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق ولكن هل الأوسط. ستكون ملزمة بتنفيذ هذه القرارات؟ يعني وقوفها أمام محكمة العدل الدولية اللي هي بالأساس كانت معترضة عليها معالي السفير، هو جزء كلنا شفناه، لكن هل ستلزم إسرائيل بتنفيذ القرارات اللي خرجت؟ شوف، حتى يكون هناك التزام فعلي ومطلق لابد من تفعيل الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يحتاج قرار من مجلس الأمن، ونحن نعلم أن هذه محطة صعبة جدا لأنه هناك سيكون أكثر من فيتو، لكن الآن سيكون هناك قرار أمام مجلس الأمن نهاية هذا الشهر أعتقد يوم الأربعاء، مقدم من المجموعة العربية، يطالب بوقف إطلاق النار من أجل تنفيذ ما أصدرته محكمة العدل الدولية. مأمل الآن أن لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو، وإذا ما تم ذلك سنذهب للجمعية العامة إلى ما يسمى متحدين من أجل السلام. فبالتالي القانون حتى هذه اللحظة هو قيمة أخلاقية يعني، ولكننا نشهد أن هناك تجاوز بحق القانون الدولي مع استخدام حق الفيتو في قضية إنسانية متفق عليها. سؤال أخير، البعض يقول أن ما صدر من قرارات من محكمة العدل الدولية هو حفظ لماء الوجه وتهدئة للرأي الدولي العالمي، ولكنه ليس بمثابة حكم وليس بمثابة قرارات إلزامية، وإنما فقط جاء يعني حتى يهدأ الجميع المنتفضون حول العالم. ما إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ لا لا إطلاقا، مش بهذه الطريقة. أصلا جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة إصدار قرار بتدابير وقائية، وليس البت في حكم الإبادة الجماعية. البت في حكم الإبادة الجماعية سيستمر الآن سنوات، سيأخذ وقت طويل، وإذا ما حصل ذلك عندها سيتم تشكيل إما محكمة خاصة أو محكمة الجنايات الدولية، حتى لا يعني نحمل هذه المسألة أكثر مما هو مطلوب. لكن كنا نتوقع أن يكون ضمن التدابير الوقائية أن تطالب المحكمة بضرورة تعليق الأعمال العسكرية كما أوردت ذلك جنوب أفريقيا. فبالتالي هذه القضية يجب أن تكون واضحة، لأنه وقف إطلاق النار عادة هو قضية سياسية. الآن نتحدث عن اتفاقية وليس عن وقف إطلاق النار. فبالتالي يعني حتى لا نحملها ولا نظلم ما صدر عن المحكمة، هو مهم جدا ويؤسس إلى شيء كبير جدا ويفتح الأبواب أيضا لعمل دبلوماسي وقانوني مستقبلي. إذن دعنا نترك أبواب الأمل مفتوحة إن شاء الله حتى شاء الله. نجد حد فاصل في هذا. بنشكرك جدا من شكرا. جنيف عبر زوم سيادة السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومن وقفة عالمية من أجل موضوع غزة لموضوع تاني هنا في مصر، لكن برضو موضوع حياة أو موت. الأدوية بالنسبة للمصريين مش مسألة هزار، لكن نقص أدوية في السوق يقابله مضبوطات في الجمارك والموانئ ليها علاقة بأدوية مهربة. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ إزاي مرضى الأورام والسرطانات لحد دلوقتي عندهم أزمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من الأدوية؟ المشكلة فين؟ نحلها إزاي؟ طبعاً إحنا شايفين طلبات إحاطة كتير حوالين نقص الأدوية وكلام وتحقيقات، لكن خلينا ناخد الخبر اليقين من ضيفنا عبر زوم الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة. يا دكتور محمد مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وسادة المشاهدين يا فندم. دكتور محمد، إحنا مش فاهمين فكرة الأدوية المهربة دي، هل فعلاً إحنا عندنا سوق كبير من الأدوية المهربة؟ طب حجمه قد إيه؟ يعني طبعا احنا كل العالم كله في طبعا نسبه من الادويه المهربه اللي بتدخل عبر المنافذ عن طريق تجار شنطه او عن طريق بعض الحاجات اللي بتخفى عن طريقها الادويه بتدخل، يعني ادويه او مستلزمات الحياه الغاليه اللي ثمنها غالي يعني. يمكن الحاجات دي في جزء منها بيتم ضبطه في المنافذ سواء المطارات او المواني وبيتم تخزينها. للاسف الشديد دي مشكله كبيره يجب ان احنا يعني طبعا نلتفت اليها في ظل النقص اللي موجود في هذه الايام. طب حجمها قد ايه يا دكتور؟ يعني مثلا نقدر نقول تقريبا بتمثل قد ايه دلوقتي من اللي معروض في السوق الموازي، لان اكيد ما بتتعرضش بشكل علني قوي في الصيدليات. لا هي طبعا احنا ما نعرفش حجمها، اللي يعرف حجمها طبعا الاجابه على السؤال ده هو رئيس مصلحه الجمارك او هيئه الجمارك المصريه، هي اللي عندها الحاجات ديت. بس انا في احد اللقاءات مع المسؤول السابق في رئيس مصلحه الجمارك السابق قال ان عندنا كميات كبيره جدا في كافه المنافذ، وطبعا للاسف الشديد ما بتمش الاستفاده منها. احنا محتاجين يعملوا فيها ايه يا دكتور؟ يعني ما يتم ضبطه بيتعمل ايه؟ في ايه؟
هو المفروض الطبيعي الحاجات دي بتتشكل لجنه من هيئه الدواء مع وزاره الصحه مع وزاره الماليه مع وزاره الداخليه والعدل. اللجنه دي بتاخد عينات من الادويه اللي موجوده ديت او المستلزمات، وبتراجع الشكل بتاعها، التواريخ بتاعتها، طريقه حفظها، مدى فعاليتها. ودي ادويه كتير جدا، فيها ادويه كتير جدا يعني الحقيقه غاليه وثمينه سعرها يعني. وفي نفس الوقت احنا في حاجه ما سريعه في الفتره اللي احنا فيها دي، فاحنا محتاجين الحاجات دي كلها طب بعد ما بتتحلل وبتتعرض على الجهات اللي معنيه بعد ضبطها علشان التاكد من صلاحيتها بيتعمل فيها ايه؟ هل يا ترى للاسف الشديد هي مركونه، هي مركونه. احنا انا عشان مركونه لحد ما تخلص الصلاحيه يعني وما نستفدش بيها. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. هي دي مشكله كبيره، يجب ان احنا فورا يعني نشكل لجنه فورا وتشوف وتراجع الصلاحيه والفعاليه بتاعتها، وبعدين بعد كده تحولها على المستشفيات اللي هي فيها بس الحاجه قاليها. والا اصبح الموضوع كوميدي يا دكتور محمد، يعني احنا نضبط ادويه وغاليه جدا ونعرف ان ليها مده صلاحيه او لحين لحد ما نعرف ده بنحللها ونصرف عليها في معاملنا ويبقى ليها ارضيه في الجمارك واماكن للتخزين، وبعدين في الاخر نرميها، ده يعني واحنا محتاجين لها في السوق الداخلي، ده كوميدي بصراحه. يا ريت يعني من خلالكم ان احنا نقدر يعني نسلط الضوء على الموضوع ده ونتابعه، يعني مش بس نسلط الضوء لا نتابعه، بحيث ان احنا يتم استضافه المسؤولين المعنيين بالامر سواء من الجمارك او من الجهات الاخرى والوزاره المعنيه هيئه الدواء مثلا على سبيل المثال وزاره الصحه، ونتابع الامر ده. يلا نعمل ده سوا علشان على الاقل اللي بنلاقيه نعرف نستفيد بيه. بس انا عندي سؤال بقى، يعني اكتر حاجه ناقصه في السوق الناس بتشتكي منها ادويه الاورام والسرطانات، واحنا عارفين دي مساله حياه او موت للناس، هل بالفعل احنا عندنا عجز في الادويه دي في السوق؟ يعني هو الحقيقه لا، يعني انا عايز يعني اقول ان هو طبعا اكيد اكيد في اسماء تجاريه مختفيه، لكن في اسماء تانية موجوده باسماء مكونات من شركات تانية، يعني في اسم تجاري تم معين ممكن يكون حدث فيه نقص شويه، وده مش بس على فكره نتيجه الـ عشان نقول انا عندنا بس في مصر، لا، لان الشركات ديت ممكن زياده طلب عليها في دول تانية سواء من عندنا او من دول تانية، فده احيانا يحصل نقص. لكن انا عايز دي أقول شركات مصريه يا فندم؟ في شركات مصريه وفي شركات عالميه، فانا عايز اقول ان احنا لابد ان احنا نفعل الاسم المثيل اللي موجود، يعني لو احنا جبنا دواء من الدواء البراند الاصلي من شركه معينه مش لازم نجيب نفس الدواء ده، في شركات اخرى بتنتجه سواء مصريه او عالميه بس بنفس الماده الفعاله بنفس الماده الفعاله. بس في ادويه مش موجوده خالص يا دكتور، زي ما بيوصل لنا شكاوي كتير للبرنامج، ادويه كتير مش لاقيينها، واذا لقيناها بيقولوا لنا هنجيبها لكم بالطلب وبضعف وثلاث اضعاف الثمن الاصلي. يعني احنا عرفنا مثلا ان في دواء من الادويه بيوصل ل 2000 جنيه المفترض، حقن معينه لمرضى الاورام بتوصل في علشان تجيبها لها ولا مرض السكر بتوصل عشان يجيبوا لها ال 4000 جنيه و 5000 جنيه عشان يجيبوا له العلبه دي. هو زي ما حضرتك برضه، هو في طبعا حاجات يعني في يعني بالذات بخصوص يعني حقن السكر زي ما حضرتك قلتي، في ناس دلوقتي يعني استخدام سيء للموضوع، في طلع اشاعه ان الناس دي بتجيب دواء الحقن دي بتجيب نتيجه في التخسيس، فالناس بيروحوا يعني معناها معمول للسكر، فطبعا بيروحوا يجيبوها من بره متهربه باضعاف سعرها على اساس ان هم يعني يستخدموها في التخسيس مش بغرض السكر، فده بيزود الطلب عليها هنا في مصر. ودي طبعاً معلومه مش حقيقيه، حضرتك قلت اشاعه مش حقيقيه المعلومه دي. في حاجات بتبقى يعني واخده هيئه موافقه الادويه والاغذيه الامريكيه، ودي طبعا دي الاف دي اي، ده طبعا ده واخد يعني استخدام صريح في الموضوع ده، وفي حاجات تانية لا للسكر فقط، فهم لكن هم من النتائج الجانبيه بتاعتها ان هي بتقفل الشهيه وبتسد تخسس شويه، فطبعا الكلام ده يعني ممكن يكون ليه اضرار تانية، لكن لم يعني النشره بتاعتها مش مكتوب فيها ان هي مخصوصه للتخسيس، فالناس دي بتجيب الحاجات بيزود الطلب على الحاجات دي هنا في مصر، وبالتالي يعني الناس المريضه تشعر بنقص، فطبعا بيحصل سوق موازي. بالظبط يا فندم، بالظبط. طب ايه حقيقه بقى المخازن اللي بتبقى على بعد كام متر من الصيدليه يتحط فيها الادويه اللي بيحبوا يعطشوا بيها السوق؟ ضبطتوا اي حالات ليها علاقه بده؟ دي مشكله كبيره جدا الحقيقه، ودي مشكله في لابد من الموضوع ده يتم احكام الرقابه على شركات التوزيع والمصانع، لان بيطلعوا كميات الصيدليات تتصل بشركات التوزيع او المصانع ويقول لهم على الدواء المعين يقول مش موجود، تلاقي الدواء ده موجود في بعض المخازن وبخصم بسيط جدا 0% من الخصم او 5% او 2%، في حين هو الخصم وصل ل 15 او 20%، فده طبعا ده الشركات بتتجه لهذا الموضوع ان هي بتروح بتسرب الحاجات ديت للمخازن، المخازن دي بتبيع الحاجات ديت سواء للجمهور مباشره او للصيدليات، والصيدلي مجبر ان هو يشتريها
فده طبعا في خلل موجود في المنظومه، ويجب فورا ان احنا يعني نتتبع الموضوع ده، وهيئه الدواء تعمل احكام الرقابه على تلك الشركات. حضراتكم قدموا بلاغ واحنا معاكم وهندعمكم. الموضوع مش المسرحه، المشرحه مش ناقصه قتله زي ما بيقولوا. احنا بالاساس عندنا معاناه بالنسبه لتوفر الدواء، فيبقى في جشع كمان، والممارسات دي اكيد مش مقبوله ابدا. انا بشكرك جدا لوجودك معانا دكتور محمد الشيخ، نقيب صيادله القاهره، شرفتنا جدا وباجاباتك على اسئلتنا. الموضوع اللي جاي حديث القاهرة، الحديد خرج عن السيطرة. في يوم واحد بس نمنا صحينا لقيناه زاد 7000 جنيه ولا في الأحلام. أنا فاكرة إني مرة عملت حلقة عن موضوع الحديد 2006 تقريبا، وكانت أزمة للناس إن الحديد وصل سعره 6000 جنيه و7000 جنيه. تصوروا دلوقتي بقى بيزيد في اليوم 7000 جنيه. حسبتها من أول شهر يناير لحد النهاردة 27 يوم، زاد 20000 جنيه. يا مؤمنين حد يديني عقلكم، الزيادات دي طبيعية؟ ده اللي عايزين نسأله ونعرف ايه الموضوع بالظبط. يعني خلينا ناخد الخبر والمعلومات من الأستاذ محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية. أهلا بحضرتك معنا في حديث القاهرة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. ممكن أفهم مين بيسعر الحديد يا فندم؟ ما فيش حد بيسعر الحديد، هي التكلفة اللي بتحدد سعره. بمعنى احنا اولا في مصر هنا مش دولة منتجة لخامات المعادن عموما، وخصوصا الحديد والألمنيوم والنحاس. فدي بالكامل بتيجي من بره. وبالتالي بتتأثر بثلاث عوامل. اولا السعر العالمي وحركته، نمرة اتنين سعر التحويل بتاع العملة، ونمرة تلاتة توفر العملة نفسها. آخر حاجة اللي هي الطلب والعرض في السوق. عظيم. تيجي نمشي واحدة واحدة يا أستاذ محمد عشان الناس تفهم. اتفضلي. ماشي. احنا طن الحديد الخام اللي حضراتكم بتجيبوه بكام؟ طن الخامات حاليا خلال شهر يناير ده ارتفعت حوالي 15 دولار للطن. بقى؟ ارتفعت من 385 إلى حوالي 405 كم؟ دولار للطن. 410. ها يلا 410 دولار للطن الخردة. عظيم. الحديد الخام علشان يتحول لحديد تسليح تقريبا بيتكلف كام يا فندم؟ عشان يتحول من خام لخردة انا عندي فيه حاجات اساسية. اولا الطاقة، ثانيا نسبة الهالك، وثالثا تكاليف الانتاج نفسها. اللي هي كام تقريبا؟ العملية الإنتاجية نفسها حضرتك بتتكلف قرابة بأسعار النهاردة اللي هي بتاعت الدولار بتعدي 35000 جنيه. 35 يعني الطن الواحد بيكلف حضرتك علشان تصنعه 35000 جنيه؟ لا آسف، عشان أوصل لمنتج قابل للتسويق النهاردة بيتكلف 35000 جنيه بسعر الدولار الرسمي. هايل. 35000 جنيه بسعر الدولار الرسمي، يعني تقريبا 1100 جنيه، 1100 دولار تقريبا. طيب وسعر الطن الحديد الخام حضرتك بتقول عليه، رغم ان احنا يعني شايفين ان الخرده اللي هي تتشكل يعني طن الحديد المنتج اللي هو حديد تسليح بياخد طن ونص خام. تاني طن ونص خام علشان اصنعه طن حديد اللي انا اقدر استعمله بعد كده؟ عشان اطلع بيه منتج طن حديد تسليح مثلا. ماشي. يعني احنا كده وصلنا ل 600 دولار مثلا؟ 600 دولار تقريبا. يعني 36000 جنيه سوق سودا، مش هقول لك سعر البلد يعني. تمام. طيب وتقريبا ليه بقى وصلنا لحد 57؟ الباقي ده بيروح فين؟ من 36 ل 57 ده ايه؟ ده مش ربح؟ أقول لحضرتك ببساطة. اتفضل. أنا قلت جملة في كلامي أنت طبعا فوتيها. اتفضل. اللي هو أن أنا قلت التكلفة بسعر الرسمي للدولار. أنا حسبتها، لا حضرتك قلت السعر الرسمي للدولار اللي هو 35000، اللي هو 30 31 جنيه للدولار. حضرتك قلت لي 400 دولار سعر. أيوة. طن الخردة صح؟ تمام. ضربناه في 1.5 بقى تقريبا 600 دولار. 600 دولار صح؟ خرد. نضرب ال 600 دولار في 60 جنيه
اللي هو سعر السوق الموازي مثلا يبقى 36,000. تمام. 36,000 ده على سعر السوق السوداء مقارنة بسعر البيع. أنا هنا ما بتكلمش على سعر الرسمي اللي هو 31. يا أستاذة أنت دلوقتي خدت عنصر واحد بس من التكلفة حضرتك اللي قلت لي دي الخام. وبعدين بنحط عليه لسه هتحط عليه كهرباء، هتحط عليه مصاريف الصناعة، هتحط عليه أجور، هتحط عليه كل المصروفات اللي هو المصنع بيستهلكها. أنت جبت عنصر واحد بس اللي استوردتيه من بره. طيب يعني مثلا ده بيكلف كام؟ لان انا هستند هنا على تصريحات ليكوا شخصيا قلتوا ان الطن كان بيتكلف، ده كان من 2022 قلتوا الطن. أيوة. تكلفه الطن الحديد بيكلفكم تقريبا 850 جنيه، فخلينا نقول انه زاد بقى 3000 جنيه. تكاليف الانتاج يعني هتضيفيها تكاليف الانتاج بالظبط. ايوه تمام. بقوا 4000 جنيه، بلاش 850 و 4000 جنيه على 36 فبقى 40,000. احنا بنحط هامش ربح لحد 57,000. يعني واحده بقى 40,000 ده اللي هو على اساس وقتها كان سعر كام؟ لا احنا حسبته على دلوقتي، وقتها كان 850. يا استاذه ركز معايا النبي عشان انا عارف يا استاذ محمد زادت كام في الشهر ده. استاذ محمد بالمناسبه انا بسال الاسئله دي علشان الناس اللي لا لان حضرتك قصدك بتقتطع الحاجات. لا ابدا ليه، انا ماشي معاك واحده بواحده. طب خلاص انا هسكت خالص واحد. وحضرتك قول لي ال 800 انت بتقولي 800 كان سنه كام؟ 22. طيب انا في يناير بس ده الكهرباء زادت 20%، الكهرباء بس. تمام. انا ضربت في تقريبا 500%. زادت قد ايه؟ انا ضربت الرقم 850 فتقريبا 450 في 500%. ده حضرتك اللي بتتكلمي على حضرتك امشي حته حته. اولا هو صعب جدا ان انت تحسبيها بالشكل ده. ال 400 بتاعت الخامات دي حاجه تمام. وبعدين تكاليف الانتاج دي حاجه تانية. 400 الخامات ممكن حضرتك تحسبهم لي، انا مش هتكلم. اكملها للاخر. حضرتك قولها لي بالارقام بس تدخل. يعني اتفضل. طيب. انا مش هقول وحضرتك قول عشان حفاظا على وقتك ووقتي. اتفضل حضرتك قول لي. ال 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 400 دولار الخرده بيتضاف عليهم قلنا 1.5، يعني هتبقى 600 دولار خرده هتخش في صناعه طن حديد. تمام. 600 ال 600 دولار دولت هنقول هتحوليهم حتى بتقولي ب 30 ادي 60 يا فندم 60 في 60 ب 36,000. تمام. عندي بعد كده مصاريف تشغيل كانت 800 في 22 لغايه النهارده زادت على الاقل 70%. يعني بقت كام؟ 2000 جنيه. يعني بقت النهارده حوالي 2000 جنيه. تمام. 2036 ادي 38. تمام. ال 38 دولت على اساس اتحسبوا على اساس الدولار 60 وعلى اساس سعر الخامات دلوقتي 400 وعلى اساس ان تكاليف الاجور والعماله والكهرباء زادت بمقدار ال 150% اللي هي يعني 2000 جنيه زي ما حضرتك قلت برضه. تمام. ما زال الفجوه كبيره، كل الباقي ده هامش ربح. هتوصلي لحضرتك للاخر ان تكاليف. طب انا هقول لك على حاجه ابسط من كده. خش على حضرتك في ميزانيه منشوره في البورصه لاكبر شركه حديد في مصر محققه في التسع شهور اللي فاتوا خسائر 1.9 مليار جنيه. خسائر بس يا فندم؟ خسائر ازاي؟ ده السوق ده الناس بتتنشق على طن حديد علشان البنى واقف علشان حضراتكم مش بتنتجوا. ثانية واحدة. الشركة اللي أنا بقول لك عليها دي لغاية هذا التاريخ كانت جزء نصها ملك الدولة وهي اللي بتراجع ميزانيتها والجهاز المركزي كده. على فكرة ده يخلينا ما نتناقش في الموضوع أصلا. أنا دلوقتي بتكلم في الجزئية بتاعتك. انا هتكلم على حساباتك دلوقتي يا استاذ محمد. على اخر حاجه معايا مدير غرفه الصناعات المعدنيه وقلت لي التكلفه مش بالشكل ده. طب التكلفه غير 38,000 في ايه اللي بعدها؟ طيب في عندي حاجه اسمها الكترودات جرافيت ده بيستهلك راخر. في عندي بعد كده اهوت المصانع اللي بتعمل بتاع ده المكورات الحديد. في الحاجات بتضاف في اللي هو السبائك الحديديه اللي مصنعها في ادفو. الحاجات دي كلها دي مدخلات انتاج. انت خدت خامه واحده اللي هي الخامه الرئيسيه اللي هي الخرده. طيب ممكن اسال سؤال واحد عليها. بس اذا التكلفه النهائيه قد ايه تقريبا؟ احنا كل عناصر التكلفه تمام. المشكله اللي عندي ليس في تكاليف الانتاج، المشكله عندي في السعر نمره واحد
نمرة اتنين، المصنع ده بيشتغل حاليا ب 50% او 60% من طاقته، يعني محمل على المنتجات تقريبا ضعف التكلفة الثابتة. وعندي في الاخر ان سعر العملة نفسه او بلاش سعرها، توفر العملة نفسه مشكلة بالنسبة له، ان هو بيتكلف تكاليف اضافية على السعر اللي انت قلتيه. انت حسبتيها على 60. طيب استاذ محمد، لان احنا مش عايزين ناخد من وقتك اكتر من كده، وعشان وقت برنامجنا، حضرتك دلوقتي ممكن تقول لنا في جمله واحده سعر الحديد علشان نصنعه للمرحله الاخيره نبيعه بيتكلف كذا، هامش ربحنا كذا، فعلى الناس انها تقبل بالسعر اللي موجود، او يعني لو الارقام مش موجوده مع حضرتك حضرتك. لا انا هريحك، التكاليف النهارده ال 55,000 جنيه للطن دي مكلفه المصانع خساره 500 جنيه في كل طن. يعني حضراتكم بتبيعوا بخساره؟ وده مثبت في القوائم الماليه اللي الوزاره مراجعاها، الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعها ومنشوره في البورصه. والله لو كل مصانع الحديد في مصر بتخسر، يعني ده احنا كده نحط ايدنا على قلبنا ونقول ده احنا في مصيبه، يعني كل المصانع بتخسر كده؟ ربنا يسترها فعلا. الله يا فندم، يعني اذا كل المصانع اللي موجوده في مصر وفق الحسابات دي بتخسر يا فندم، صح؟ وبعضها وقف فعلا عن الانتاج. انا بشكرك جدا. المصانع المتوسطه او الصغيره توقفت عن الانتاج. انا بشكرك جدا، انا بشكرك جدا. وعلى الناس المشاهدين، وفق تصريحات وعلى مسؤوليه ضيفنا اللي كان معانا حالا دلوقتي الاستاذ محمد حنفي مدير عام غرفه الصناعات المعدنيه، حط النقطتين دول، الحديد بيخسر وان المصانع بتقفل. شكرا. بالمناسبه الحديد اغلى من الحديد بره مصر، يعني اغلى من السعر العالمي، بس في مصر بيخسر. طيب خلينا ناخد الموضوع الاخير في وقفتنا هنا في الفقره الاولى في حديث القاهره. معلش بقى، هي حلقه فيها ازمات، بس عشان نحلها او نفهم او نحط حتى علامه استفهام علشان اللي بيتابعنا يعرف. طيب الاسمده، لما نقرا خبر بيقول ان احنا عندنا ازمه في الاسمده وان المحاصيل الشتويه مهدده وان القمح بيواجه مشكله وان مفيش حد لاقي اسمده والسوق السوداء مسيطر على الموضوع والفلاحين بيقولوا هنسيب الفلاحه ونمشي. هل الفلاحين قالوا كده؟ هل الوضع كده؟ الاستاذ حسين ابو صدام نقيب الفلاحين معانا على التليفون. يا استاذ حسين مساء الخير. مساء الخير يا استاذه كريمه، ومساء الخير على كل مشاهديك في كل مكان. بص انا عارفه انك صريح، انتوا عندكم ازمه فعلا في الاسمده والناس بتقول محاصيل الشتاء، يا عالم بيها هتحصل فيها ايه؟ الحقيقه طبعا عشان احنا بنتكلم الراي العام، احنا ما عندناش ازمه اسمده، احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الاسمده. الازمه في اداره الاسمده وتوزيع الاسمده. مصر بتصدر اسمده، يعني احنا دلوقتي انتاجنا من الاسمده النيتروجينيه والفوسفاتيه اكثر من 19 مليون طن، احنا احتياجاتنا اقل من كده بكتير. المشكله فين؟ المشكله في توزيع الاسمده. البروتوكول اللي اتعمل مع المصانع كان بموجبه المفروض 55% من انتاج المصنع يروح بسعر التكلفه لوزاره الزراعه كسماد مدعم للفلاحين، و10% للسوق الحر باسعار مخفضه، و35% يصدر. اللي حصل دلوقتي ان التصدير كتير جدا عن الكميات اللي احنا ذكرناها دلوقتي اهوت، واللي بيروح لوزاره الزراعه عشان يبقى سماد مدعم اقل بكتير من 55%، والسوق الحره بقى متعطشه للاسمده. في مشكله كمان اللي هو الكارت الذكي، في بعض العقبات اللي خلى المزارع ما بيعرفش يصرف الاسمده بتاعته وبالتالي بيروح للسوق الحر. في محافظات زي الوادي الجديد وجنوب الصعيد العربيات ما بترضاش تروح بحجه ان النولون قليل، فبالتالي المزارعين بيروحوا للسوق الحر. كمان ان الاسمده المدعمه بتصرف بس لاصحاب الحيازات مش المزارعين نفسهم او المؤجرين للارض، وبالتالي احنا في يعني زياده في الطلب على الاسمده من السوق الحر مع قله المعروض. ارتفعت الاسمده النهارده بنشهد يعني فوق ال 13,000 جنيه طن الاسمده اليوريا، وده حاجه يعني اللي بتوفره الحكومه في الجمعيات الزراعيه بكام؟ اللي بتوفره الحكومه في الجمعيات الزراعيه ب 4,860 جنيه. من 4,860 ل 13,500 يعني فرق حوالي 8,000 جنيه فرق من المدعم للسوق الحر، وده
خلي بالك الرقم ده يعني بيغري للفساد الإداري، لأن أي سلعة فيها سعرين بيبص لها فيها شبهة فساد. طب الفلاحين بيعملوا إيه؟ يعني احكي لي كده، الفلاحين بيقول لك إحنا عملنا إيه عشان ننقذ الزرع؟ قدامه حل من ثلاثة، يا إما يقلل تسميد المحصول ويدي كميات قليلة فبالتالي الإنتاج يقل، يا إما ما يزرعش خالص وبالتالي الأرض تبور، يا إما يشتري من السوق السوداء بأسعار عالية وبالتالي التكلفة تبقى عالية، وكل ده بيؤدي في النهاية لزيادة تكلفة المنتج النهائي والمحصول وزيادة الأسعار على المستهلكين. طب والفلاحين بقى في الآخر بمشاهداتك بيروحوا لأي حل في الثلاثة دول يا أستاذ حسن؟ والله أنا دلوقتي بقى أنا بقترح حل رابع، إن وزارة الزراعة تعيد هيكلة منظومة توزيع الأسمدة بحيث تصل الأسمدة إلى المستحقين فعليا، وما نلجاش لأي حل من الحلول الثلاثة اللي هم كلهم بصراحة يعني هيكلة زي بس أنا يعني الفلاحين اللي بيتفرجوا علينا اللي هم زمايلنا وحبايبنا يعني وأهلنا هيقول لك إيه هيكلة دي؟ ما تقول لنا بالراحة كده، أنت عايز الحكومة تعمل إيه؟ طبعا التوزيع نفسه أنا شايف إن المنظومة نفسها فيها خلل كبير جدا، لما نقول إن إحنا عندنا اكتفاء ذاتي من الأسمدة وعندنا وفرة وبنصدر والفلاح المصري بيعاني من قلة الأسمدة، يبقى في حاجة غلط. الهيكلة دي يعني نتابع الأسمدة من وقت خروجها للمصنع من المصنع إلى وصولها للجمعية في إيد الفلاح، لأن في ناس في الحلقات الوسطانية كده بيبقى في تسريب من الأسمدة للسوق السوداء، وفي المصانع ما بتوديش كل ال 55% لوزارة الزراعة المتفق عليها ولا ال 10% بتنزل السوق الحرة، وبالتالي كل المنظومة دي عايزة عطشانة. مراجعة وعايزة قدمتوا شكاوي؟ قدمتوا شكاوي ولا؟ يعني احنا كان معانا السادة النواب والسادة مسؤولين في وزارة الزراعة وطرحنا الموضوع، وآخر حاجة كان أحد المسؤولين الكبار في وزارة الزراعة يتكلم على أساس إن يعني المشكلة في طريقها للحل، لكن للأسف الشديد أنا طبعا مش شايف حل، لأن الأسمدة أساسا مش موجودة. وزارة الزراعة هتحل في احنا المفروض ما يعني ما ناخدش الخطوة اللي أقول لك طف الحريق، لازم نعمل وقاية للحريق في الأول قبل ما الدنيا تولع وبعدين نجري ونقول. سؤال أخير بقى علشان نبقى احنا دقينا معاك الجرس أهو، المحاصيل الشتوية دلوقتي معرضة للخطر نتيجة نقص الأسمدة، ولا احنا محاصيلنا الشتوية حلوة جدا واطمنوا واحنا لحد ما تحلوا الموضوع الدنيا تمام؟ الحقيقة احنا في خطر فعلي في قلة الإنتاجية وقلة المحاصيل واتجاه المزارعين لزراعة محاصيل يمكن أقل استخدام للأسمدة وأقل تكلفة، ولذلك احنا طبعا أهم محصول شتوي هو القمح. احنا طبعا المفروض ان احنا زدنا السنه دي عن السنه اللي فاتت، لكن للاسف الشديد انا لا اعتقد ذلك، لكن في بعض المزارعين بيتجهوا لمحاصيل اخرى يمكن ما تاخدش اسمده كتير او اسعارها بتبقى اعلى اقتصاديا كمان في العائد، وبالتالي احنا عايزين وزاره الزراعه تتحرك بسرعه. احنا كده داخلين في الحيط يا استاذ حسين، شكرا. يعني القمح اللي احنا معتمدين عليه داخليا ان هو على الاقل بزيادته وبالتحفيزات اللي موجوده للفلاح عشان ينتجه هو كمان اصبح مهدد. ادى صال وصل صوت نقيب الفلاحين، بشكرك جدا الاستاذ حسين على كل هذه المعلومات اللي حضرتك اديتها لنا، نقيب الفلاحين المصريين. فاصل ونرجع نقابلكم هنا وقصص حديث القاهره. الأرصاد الجوية تحذر من طقس شديد البرودة تزداد شدته على مدار الأسبوع. المنتخب يخوض تدريباته استعداداً لمواجهة الكونغو الديمقراطية. غلق الطريق السياحي جزئياً للتطوير حتى 10 فبراير المقبل. الاحتلال يشن غارات مكثفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الهند تحتفل بمرور 75 عاماً على الاستقلال عن الحكم البريطاني. أهلا بكم من جديد وحديث القاهرة. تهجير إجباري ده عنوان تحقيق استقصائي قام بيه زميل عزيز من القاهرة 24. بيتكلم عن إيه؟ ببساطة
أكبر بحيرة للأسماك في مصر وهي بحيرة المنزلة أصبحت بلا أسماك. الناس اللي كان بيسترزقوا هناك واللي كانوا أكتر من 30,000 صياد مش لاقيين شغل، بعد ما كانوا بيطلعوا 50 كيلو على الأقل في اليوم، دلوقتي لما بيوصل معاهم من 5 ل 15 ياه بتبقى الدنيا بالنسبة لهم عظيمة جدا. لكن الحقيقة الأستاذ والصحفي الاستقصائي الزميل الأستاذ شعبان بلال راح لحد هناك شاف وسمع وسجل وعرض كمان، هو معانا دلوقتي على زوم علشان يقول لنا ايه اللي شافه بالظبط والأزمة اللي هو رصدها هناك بكاميرته تفاصيلها ايه. يا أستاذ شعبان مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك أستاذة كريمة وكل مشاهدين حديث القاهرة. على قوة المصطلح بتاع تهجير إجباري، احكي لي اللي شفته في بحيرة المنزلة واللي خلاك تقول إن التحقيق الاستقصائي ده يستحق العنوان ده، شفت إيه؟ الحقيقة يعني في مهن وحرف معروفة في مصر بتكون مصدر أساسي لغذاء وأكل عيش الناس المقيمين في المكان ده، ومنهم بحيرة المنزلة اللي بتعتبر من أكبر البحيرات، ومش بس من أكبر البحيرات لكن في نفس الوقت بتمثل 16% من الإنتاج السمك في مصر. صحيح. هي بتعتبر دخل كبير جدا سواء للأمن الغذائي أو للصيادين اللي موجودين في محيطها. وحابب أقول معلومة إن بحيرة المنزلة بتقع في مكان استراتيجي جدا وحواليها 4 محافظات. صحيح. يعني هي بتطل على 4 محافظات، وبالتالي في صيادين من 4 محافظات أكل عيشهم الأساسي والوحيد واللي مش بيعرفوا غيره هو الصيد من بحيرة المنزلة. الحقيقة أنا زرت البحيرة أكثر من مرة ومش بس في مكان واحد، زرتها طبعا لأنها مساحتها 100,000 فدان وأكثر، فزرتها من أكثر من مكان وأكثر من قرية، ومنهم على سبيل المثال قرية شطا في دمياط، وتجولنا في البحيرة على مدار يوم كامل، والحقيقة ما لقيناش ولا صياد غير صياد بالصدفة في عمق البحيرة. وكان بيرافقني في هذه الجولة شيخ الصيادين وعدد من الباحثين، والحقيقة احنا ما اتكلمناش بس مع الصيادين وحكولنا اللي بيتعرضوا ليه أو بيعانوا منه، لكن كمان احنا عملنا بعض التجارب زي قياس عمق البحيرة بعد عمليات التعميق والتطوير. طب احكيها لي واحدة واحدة بس عشان نمشي معاك. الأزمة اللي انت شفتها هناك اللي خليتك تقول ما شفتش ولا صياد غير صياد واحد في عمق البحيرة في خلال الرحلة اللي رحتها دي، لما كلمتهم قالوا لك أزمتنا ايه، مشكلتنا ايه؟ احنا خلينا نبدأ من البداية. ده احنا الموضوع كله في مشروع بتنفذه الحكومة لتطوير وتعميق وتطهير البحيرة. تمام. البحيرة دي الهدف من المشروع ده بحسب الإعلان الرسمي هو انه احنا بنطهر البحيرة دي من الحشاش الموجودة فيها، من الجزر اللي موجودة وسط البحيرة، لان فيها يعني اعمال منافية ل بلطجية وتجار مخدرات والحاجات دي. الحقيقة الموضوع من الظاهر فهو موضوع بالتأكيد مطلوب لكن له أضرار، وده اللي احنا رصدناه في التحقيق. ايه هي الأضرار؟ الأضرار ان البحيرة دي بيعيش فيها أسماك محتاجة بيئة معينة، وهي ان بتحتاج المياه الضحلة خاصة السمك البلطي اللي بيمثل حوالي 47% من إنتاج البحيرة. والمشروع ده اللي بيتم عمق البحيرة 3 متر لتحت، تعمير 3 متر، وبالتالي وأزال كمان الحشائش والغاب بالكامل اللي هي بتتكاثر فيها الأسماك. أزاله كله تماماً. أنا على وفق ما كان معلن إن هيسيبوا تقريباً 20% من الغاب والبوص اللي موجود في النص علشان عملية تكاثر الأسماك والأسماك الصغيرة اللي كانت اللي هي الزريعة. لو حضرتك اطلعت احنا برضو مش صور بس، احنا اطلعنا يعني في فيديوهات وفي فيلم، ممكن حضرتك تعرض الفيديو ممكن تشوفي ان مفيش اثر لاي حشائش او اثر لاي غاب ممكن تتكاثر فيها الاسماك. فبالتالي في نقطتين اساسيتين حصلوا من خلال المشروع ده، وهما اول حاجه القضاء على الحشائش والغاب، والتاني هو التعميق. والاثنين دول ضد كمكان بيئي
ضد حياة السمك اللي هو أصلا ممكن بيعيش يعيش في فيها. البحيرة، يعني وهو السمك البلطي اللي بيعيش من 80 يعني سم بيغير البيئة اللي كان المفترض يعيش فيها بالظبط. السمك اللي كان بينمو في البحيرة دي، فبالتالي هو بدأ يا إما يحجر يا إما يموت، السمك ما بقاش ليه وجود لأن عمق مش كبير ومفيش موجود، مش حتة يستخبى فيه. بيتكاثر، يعني الفكرة منه مش بيتكاثر، ها طيب الظروف البيئية المفروض يتكاثر فيها لم تتاح وما عادتش موجودة. طب وفق كلامك انت كمان ووفق ما نشر ان الدكتور مجدي زاهر قال ان تعميق البحيرة ده ليه ايجابيات كبيرة جدا، من ضمنها ان نوع السمك اللي بدأ يبقى موجود ويصطادوا الصيادين من البحيرة اغلى واهم، زي القاروص والدينيس والكابوريا، انت شفت الحاجات دي؟ بالظبط. لا لا ده مش موجود، هو الفكرة برضو في هو دي برضو وجهة نظر ولكن لم تثبت حتى الآن في البحيرة، يعني لأن الصيادين ما طلعوش فعلا السمك ده. الهدف كان برضو من ضمن الأهداف المشروع إنهم في بواغيز معروفة بين البحر المتوسط وبين بحيرة المنزلة، صحيح لأن في أكثر من مصدر للمية بيدخل بحيرة جميل، المنزلة، واحد فكان واثنين من ضمن اتصور. النيل والصرف الزراعي وغيره، فمن ضمن الأهداف إن هما يدخلوا السمك بتاع البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وبالتالي يكون مصدر بالنسبة للصيادين يكون أكتر وأغلى من السمك البلدي أو السمك بتاعنا اللي هو منتشر، لكن الحقيقة ده لم يحدث لأن الظروف البيئية برضو لم تصبح مناسبة أو لم تكن مناسبة لنمو طيب سؤال، وتكاثر. هل انت رصدت اي نوع من انواع السمك ده تم اصطياده من الصيادين او قالوا لك يا ان احنا فندم أنا بنصطاده؟ لم أرصد، لو أنا رصدت كنت لقيت صيادين في البحيرة، لأن كمان مش زيارة واحدة، ده أكتر من زيارة، أنا فعلا بعد جولة من الساعة 9 صباحا ل 5 عصرا أنا ما لقيتش غير صياد واحد وجايب شوية سمك بلطي صغيرين، اسمه نوع من أسماك البلطي كمان ومش غالي، هو ده اللي موجود بعد يوم كامل، كان بيقول لي إن وحضرتك هو في سوق مثلا. زيارتك كانت امتى؟ في سؤال اخير استاذ شعبان. لا زيارتي كانت من حوالي 3 أو 4 أو 5 شهور كمان، يعني مش من النهاردة، لأن أنا التحقيق اشتغلت عليه فترة، وكمان وثقنا بالأبحاث والدراسات والباحثين، ما اكتفيناش بس بالزيارة، لا كمان جبنا آراء باحثين تحقيق وعلماء عظيم، وناس واحنا هنا اشتغلت. حبينا نوقف قدامه عشان الناس تسمع صوته اعلى شويه وتعرف ان ميرسي بدل ما لحضرتك. نفيد ضرينا. انا بشكرك جدا الصحفي الاستاذ شعبان بلال، الصحفي الاستقصائي في القاهره 24، عايزه اشارككم تجربتي انا اللي عرضتها معاكم هنا يوم في حديث القاهره. زيارتي لبحيره المنزله من تقريبا سنه وشويه كان لسه فيها صيادين وكانت لسه الاعمال في بدايتها، وفهمت ان كان التدخل ده من الدوله عشان الناس كانت بتردم وتبني بيوت في حتت من البحيره، فقلت مساحتها لتقريبا للتلت في خلال السنوات اللي فاتت، وكان طبعا في اماكن غير مشروعه موجوده في الحتت اللي في النص، الجزر اللي في النص فيها بلطجيه وتجار مخدرات وحشيش كانوا بيستخبوا هناك، الهدف كان القضاء عليها. لكن لحد ما رحت كان في حتى الناس العائلات اللي بتنزل مع بعضها تصطاد بالشبك والقفص بايديها السمك وتحطه، لان يعني في اماكن ضحله كتير ومستويات في البحيره دي، كانوا خايفين وقتها من ان مصدر رزقهم يروح، ده من سنه واحده بس. النهارده صديقنا الصحفي الاستقصائي قال انه راح بالفعل، صوتنا وصل. القصه القادمه دي قصه بقى بالصوت والصوره، مش هنقولها لكم هنا في حديث القاهره. معرض الكتاب دورته الـ55 بتقام الأيام دي وهتستمر لحد يوم 6 فبراير. الشخصية الأساسية والرئيسية اللي تم اختيارها لمعرض الكتاب السنة دي هو العالم الكبير والكاتب الدكتور سليم حسن، عالم المصريات الكبير واللي أطلق عليه أبو الأثريين المصريين. قصته تستحق أن نقف من أجلها عشان تعرفوا هو ليه تم اختياره ومين هو هذه الشخصية المصرية العظيمة دي. شوفوا في التقرير اللي جاي ده حاجة مختصرة كده عن تاريخه الكبير، وارجعوا قابلونا هنا في حديث القاهرة، لسه معانا موضوعات كتير. من هو سليم حسن شخصية معرض الكتاب؟ اختار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 الدكتور سليم حسن ليكون شخصية المعرض هذا العام، لما له من دور كبير في ترسيخ الهوية المصرية وإثراء الحياة الثقافية في مصر. فمن هو الدكتور سليم حسن؟ الدكتور سليم حسن
من أوائل المصريين الذين أسسوا علم الآثار المصرية في اللغة العربية وفي مجال النشر العلمي. عين وكيلاً عاماً لمصلحة الآثار المصرية في عام 1926 ليكون أول مصري يتولى هذا المنصب ويكون المسؤول الأول عن كل آثار البلاد. اشترك سليم حسن في 1927 مع عالم الآثار النمساوي يونكر في أعمال الحفر والتنقيب في منطقة الهرم، ثم بدأ في عام 1929 أعمال التنقيب الأثرية في منطقة الهرم لحساب جامعة القاهرة لتكون المرة الأولى التي تقوم فيها هيئة علمية منظمة بأعمال التنقيب بأيد مصرية. واستمرت 10 سنوات اكتشفت خلالها حوالي 200 مقبرة، نشر العديد من البحوث والكتب العلمية المهمة، كان أشهرها وأهمها على الإطلاق موسوعة تاريخ مصر القديمة، والتي تعد أهم موسوعة في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. كما ألف كتاب أبو الهول باللغة الإنجليزية وأقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني، وترجمته لكتاب فجر الضمير لجيمس هنري بريستد، وغيرها من أعمال كتبها باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وبهذا جمع الدكتور سليم حسن بين الاكتشافات الأثرية والتأليف والترجمة ليصبح واحداً من أهم علماء المصريات القلائل في مجاله. أهلاً بكم من جديد، لسه معاكم وحديث القاهرة، لكن المرة دي هقول لكم رقم وما تتخضوش. في ظل أزمة الدولار عندنا 1,700,000,000 دولار بيتم إنفاقهم في سوق البلاي ستيشن والألعاب الإلكترونية. الأرقام بتقول كده، اللي تم إعلانها في تقرير الشرق أو بلومبرج الشرق عن أكبر الدول العربية استخداماً وصرفاً على الألعاب الإلكترونية. مصر في المركز الثاني بعد السعودية. خلينا نفهم الحكاية. معانا ضيفنا العزيز في حديث القاهرة الأستاذ محمد خليف، نائب رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية. أهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا. الأرقام دي حقيقية فعلا؟ بص أقول لحضرتك على حاجة، هو عامة في أرقام كتيرة ومتضاربة في هذا الموضوع، لأن احنا بنتكلم على طرق مختلفة للبحث حول الأرقام، لكن مفيش شك إن في طبعا إنفاق على الألعاب الإلكترونية قوي جدا، لأن مصر زي ما حضرتك قلت هي رقم 2 في المنطقة العربية من حيث الإنفاق على الألعاب الإلكترونية. عندنا يعني الإحصاءات الرسمية بتقول 19 مليون مستخدم للألعاب الإلكترونية، الإحصاءات العالمية بتتكلم على 40 مليون. فإحنا عندنا نسبة كبيرة جدا من اللاعبين أو مستخدمين الألعاب الإلكترونية في المنطقة بالكامل. أنا للأسف هضطر أروح للحصر العالمي، لأن إحنا بنشتري الألعاب دي منهم. تمام. فبالتالي أي حد بيشتري لعبة أو بيتشارك فيها أو بينزلها من منصة ألعاب بينزلها من المنصات الدولية دي وبيدفع مقابلها بالدولار، لأن دي ما بتاخدش بالعملة المصرية، ما بتطلع الفلوس لبر. فده رقم كبير جدا، فهل ده ليه أي فايدة؟ ماشي، إحنا لما نيجي نتكلم على الألعاب الإلكترونية عامة معظم الألعاب دي بتبقى ألعاب يعني مجانية، هي في أساسها مجانية، لكن بيحصل فيها أثناء اللعب، عملية اللعب نفسه بيبقى فيه نوع من أنواع الشراء أثناء اللعب، طريقة اللعب نفسها، معدات وأجهزة وليفل أعلى. بالظبط كده. وبالتالي إحنا بنتكلم هنا على حجم إنفاق عالميا، إحنا بنتكلم على 200 مليار دولار، فده رقم كبير جدا. شفت كمان 332 مليار دولار على مستوى العالم في آخر إحصائية. حسب الـ يعني زي كده بقول لحضرتك الأرقام حسب طريقة البحث ومين اللي بيبحث وجهة الرصد وهكذا. فإحنا بنتكلم على حجم إنفاق كبير جدا، لأن الألعاب الإلكترونية عالم كبير قوي، إحنا مش بنتكلم على يعني حاجة عادية أو حاجة، إحنا بنتكلم على حاجة متعددة الأطراف بشكل كبير. ما نقدرش نقول إن هي هتبقى إيجابية أو سلبية إلا لو كنا فاعلين فيها بشكل كبير. طب فاعلين فيها في مجال الصناعة ولا في مجال اللعب؟ لا، في مجال انا بتكلم هنا ان احنا عندنا، اذا كنا بنتكلم عن في 200 مليار او 300 مليار زي ما حضرتك قلتي حجم انفاق عالمي، فاحنا بنتكلم على ان ده سوق نقدر ان احنا نستغله في عمليات التصدير الرقميه. احنا عندنا مواهب موجوده في مصر، وعندنا يعني احنا بنيجي نتكلم على في حاجه اسمها البيئه المنظمه لصناعه الالعاب الالكترونيه. طب
طب بص موضوع صناعه الالعاب الالكترونيه دي انا هروح له تمام. بس الاول هل في اي فايده؟ اخلص النقطه الاولانيه. أيه. للفلوس اللي احنا بندفعها في مجال شراء الالعاب الالكترونيه دي المليار و700 ده نوع من انواع الترفيه بس، لكن ما نقدرش نحوله لاي نوع من انواع الاستفاده. ممكن طبعا نحوله لكده لو احنا كنا بننتج الالعاب الالكترونيه بتاعتنا اللي هي بترسخ فيها بقى. حضرتك كنت بتتكلمي على العالم الكبير الدكتور سليم حسن وبنتكلم على التراث المصري والاثار المصريه. احنا مين من الالعاب الالكترونيه بيتبنى الاثار المصريه ولعب يعني في الاماكن الاثريه ده تتشري كده، ده الناس كلها نفسها تشوف مصر ومغامره بقى والمومياوات والمش عارفه ايه. طيب ماشي، اذا الواقع ان الفلوس اللي احنا بندفعها لشراء الالعاب بس دي فلوس رايحه يا جماعه، الهدف منها ان انا بتبسط شويه ايا كان مين اللي بيلعب وخلصنا على كده، راحت لجيب اللي بندفعها له. بالمناسبه انا شفت في المنصات ان في اسعار طبعا للالعاب بتبتدي من $200 وفي منها بيوصل ل$6,000. انا اتخضيت الحقيقه ان لعبه ب$6,000 دي، ده حاجات يعني ده سوق صعب جدا. طيب هي منظومه في امبرتشيز جيمز اللي هي زي ما بقول لحضرتك اللي هو بيشتري جوه الجيم نفسها حاجات، فبتفضلي تعملي زي نوع تراكم فتلاقي الارقام كبيره. ادمان بقى، انا وصلت للمستوى عايز اطلع للمستوى فيه. بالزبط. طب بما ان احنا خسرانين في دي، ازاي ممكن نكسب حاجه في الالعاب؟ وفق المعلومات اللي وصلتني وحضرتك صححها لي، ان انتاجنا في الالعاب الالكترونيه ضعيف جدا وحاجات بسيطه قوي ومعظمها مجاني، لان اللي بيعملها بيعتمد على الاعلانات مش على بيع اللعبه. دي معلومه حقيقيه؟ بص اقول لحضرتك حاجه، طبعا مساهمتنا في صناعه الالعاب الالكترونيه ضعيفه للغايه. احنا صناعه الالعاب الالكترونيه مش صناعه سهله، وصناعه زي ما هي فيها ارباح وانفاق عالمي كبير، فهي صناعه محتاجه تركيز ومحتاجه استراتيجيه في الدخول فيها. احنا الحقيقه ان كل شغلنا على هذه الصناعه جهود فرديه مش جهود جماعيه، عشان كده كنت بكلم حضرتك على بيئه منظمه للسوق او لصناعه الالعاب الالكترونيه بصفه عامه. انا هدي لك الكوره واقول لك ناقصنا ايه علشان نعمل صناعات الكترونيه والعاب الكترونيه من مصر وندخل احنا كمان في السوق اللي بتاع $300 مليار ده. محتاجين يبقى في عندنا توجه او استراتيجيه. يعني لما بنتكلم انا ادي انا هقول لحضرتك على مثال، لما نيجي نتكلم نقول مثلا ان الشركات الناشئه والشركات الستارت ابس احنا هنقف ورا هذه الشركات وهنمولها لحد ما توصل انها تبقى شركات عالميه. دي استراتيجيه ودي طريقه، بس دي هننفق عليها كتير برضو، هننفق عليها دولارات كتير. طيب انا في عندي استراتيجيه تانية، انا كراجل بشتغل مثلا في الصناعه ديت شايف ان الاستراتيجيه الامثل ان احنا نعمل شراكات مع الشركات العالميه العامله في هذا المنتجه للالعاب الالكترونيه زي السعوديه كده، ونعمل لهم عمليه تعهيد بنقول او الاوتسورسنج. ليه؟ احنا زي ما كنا بنتكلم احنا عندنا تاريخ مصر، احنا تاريخ مصر ده ازاي نحوله لبال جيمز، فاحنا هنا محتاجين كونتنت كرييتورز، ناس صانعين محتوى، احنا اللي نديهم المحتوى والفكره وهم عليهم بكمان التسويق. لان احنا زي ما بقول لحضرتك الصناعه دي كبيره جدا، الموضوع مش موضوع مبرمجين بس. في ناس فاكره ان هي ممكن حد يقعد في البيت شاب لطيف كودينج وعمل لنا لعبه وهيعمل لعبه، هيعمل لعبه بس ازاي بقى توصل للعالم وان هي تبقى بيستخدمها. احنا عندنا 3 مليار مستخدم الالعاب الالكترونيه عالميا. طب احنا مش مجرد ما عملنا لعبه نحطها لواحده من المنصات دي هتاخدها وعندها تتباع؟ لا، ده الموضوع اكبر من كده، ده في ناشرين الالعاب الالكترونيه وفي موزعين للالعاب الالكترونيه. احنا بنتكلم على صناعه متكامله فيها ادوات كثيره مين جدا. مين الجهه اللي ممكن تعمل ده؟ احنا محتاجين ان يبقى في نوع من انواع التكامل بين الجهات وبين بعضها، وده مش هيتم غير عن طريق جهه تبقى منظمه واحده. حاليا ده مش موجود. احنا في الاتحاد الالعاب الالكترونيه بيشتغل على ان احنا يبقى عندنا لاعبين في المنظومه رسميين، فنقدر نتعامل معاهم ونشجعهم، لان دول برضو في جوائز عالميه للموضوع ده. مصر كسبت السنه اللي فاتت 1.9 مليون دولار، عملناها هنا كمان في حديث القاهره وتابعنا معاكم المسابقه وفزنا والحاجات الحلوه دي كلها. تمام. بس احنا ما زلنا برضو مش بندخل الارقام اللي ممكن نعتمد عليها ونقول دي صناعه. محتاجين مصر. جهه بنخرج محتاجين جهة تكون مسؤولة عن منظومة الألعاب الإلكترونية وتطبق الاستراتيجية اللي أنا بقول لحضرتك عليها. كلام حضرتك ده موجه لمين؟ احنا محتاجين كحكومة مصرية انها تشتغل على الموضوع ده. لازم يبقى في تعاون وزارة الاتصالات وزارة الصناعة وزارة الاستثمار. لا لا، مش بس كده، احنا عندنا وزارة الشباب والرياضة وزارة الصناعة والتجارة، احنا بنتكلم على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. احنا محتاجين تكامل بين
الأهم والأفضل من وجهة نظري إن إحنا نشتغل على نوع من أنواع اللي بنقول عليه كلاسترز أو تجمعات من الشركات العاملة في مجال الألعاب الإلكترونية تتعاون معا، تتحد مع بعضها علشان تعمل منتج واحد بس يقدر ينافس بالحاجات الصغيرة دي. وعلى فكرة شركات كتير في العالم عملت ده، والسعودية دخلت بقوة في المجال ده وشاركت في شركات كبيرة قوي وهي قبلينا في الاستخدام، فعلى الأقل إحنا نسبقها إحنا كمان أو نلاحقها زي ما استخدمنا نلاحقها في المساهمة والمشاركة في ده. أنا عايز أقول لحضرتك قبل ما نقفل إن آخر ديل أو آخر صفقة اتعملت في الألعاب الإلكترونية كانت كبرى شركات مايكروسوفت قدرت إنها تشتري شركة ب 68 مليار دولار، فإحنا بنتكلم على سوق كبير جدا محتاجين نشتغل عليه. والنبي شركة واحدة بس تجيب لنا نص المبلغ ده نسدد نص ديون مصر. يعني أنا بشكرك جدا طبعا أستاذ محمد خليف نائب رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، شكرا جزيلا. طالع من عندنا 1,700,000,000 دولار سنويا إنفاق على الألعاب دي من غير فايدة غير الإمتاع. شوفوا بقى نحلها ازاي، يا نوقف ده يا نزود الناحية التانية ونصنع ألعاب. فاصل ونرجع نقابلكم تاني وحديث القاهرة. أهلا بكم من جديد، ما زلنا معاكم وحديث القاهرة وحنبتدي الفقرة دي بأهم أخبار الأسبوع. وأهم أخبار الأسبوع اللي كانت حديث القاهرة هنبتديها مع بعض بهذا الخبر، اتصال تليفوني تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي بايدن لوقف حرب غزة. ده كان عنوان هذا الخبر، وكانت المناقشة اللي موجودة على الهاتف بتتكلم عن تطورات الأوضاع في المنطقة والدور المصري اللي بتحاول تعمله قدر الإمكان علشان توصل المساعدات لغزة وطبعا الصعوبات اللي بتقابلها، بعيدا طبعا عن العلاقات الثنائية اللي تم التأكيد عليها في الخبر. من أهم الأخبار ما يحدث في البحر الأحمر، الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن. ده كان عنوان الخبر الرئيسي، لكن التفاصيل واللي ما زالت مستمرة لحد النهاردة هو إن ما زال الحوثيين بيستهدفوا المراكب والبوارج الحربية اللي بتمر في البحر الأحمر من سفينة بريطانية لبارجة أمريكية. السفينة البريطانية طبعا أصابوهم، لكن البارجة العسكرية الأمريكية خرج منها صاروخ اعترض الصاروخ اللي توجه عليها وطبعا فشل في أنه يصيب الهدف بتاعه. أكبر انهيار لسوق العملات الرقمية والبيتكوين اللي وصل لأقل من 40,000 دولار للمرة الأولى. احنا طبعنا طبعا الصعود الكبير جدا للبيتكوين، لكن تفاصيل الخبر بتقول إن السبب وراء هذا الانهيار إن لأول مرة يكون في صندوق للبيتكوين في البورصة الأمريكية، وده طبعا علشان تقنين التعامل معاه وإن هو يدخل السوق بشكل أكثر رحابة وبشكل أكثر قانونية واعتمادا. في توقعات بالمناسبة إن البيتكوين ممكن ينزل أكتر من كده في الفترة اللي جاية. معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 شهد إقبال كبير جدا، أخبار متداولة في كل المواقع عن مختلف الأعمار. المعرض بالمناسبة مستمر لحد يوم 6 فبراير وفي عدد كبير جدا من الكتب ومشارك فيه آلاف الدور النشر اللي جاية من دول عديدة عبر العالم، وده طبعا هناخد عنه تفاصيل هنا في حديث القاهرة من خلال فقراتنا ورا بعضها. انخفاض درجات الحرارة الملحوظ بقالنا كام يوم، المطر ما بيوقفش على السواحل الشمالية واسكندرية لم يتوقف فيها المطر أبدا، لكن انخفاض درجات الحرارة دي هتستمر خلال اليومين اللي جايين، فانتبهوا أرجوكم وخصوصا ساعات الليل. صلاح، مصر بدون صلاح في مواجهة الكونغو بدور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية. إن شاء الله بكرة هيكون الماتش الساعة 10 مساء. خلينا نقول دعواتنا وقلوبنا مع المنتخب المصري، إن شاء الله يعدي هذا الماتش بسلام ويكون أداء يليق بمصر وبمنتخب مصر، ونفرح كلنا علشان نشوف بقى الخطوة اللي جاية هنعمل فيها إيه، وإن شاء الله كمان محمد صلاح
يكون رجع بالسلامة وقاد الفريق المصري بمصريته وباحترافيته كمان. مبروك لمصر، ويا رب ناخد البشرة من منتخب كرة اليد. منتخب مصر بيفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد بنتيجة 29-21. ألف مبروك للمصريين للمرة التاسعة بناخد هذه البطولة. على فكرة يعني الحقيقة أنهم يستاهلوا مننا كل تحية، إصرار لحد اللحظة الأخيرة، مشرفيننا في كل المحافل الدولية، ويا رب زي ما فزنا هنا نحقق كمان بكرة انتصارات وانتصارات ونرجع بكاس الأمم الأفريقية اللي بقاله كتير غايب عننا. موضوعاتنا بقى نروح لها وببساطة كده نركز مع بعض، لأن محمد صلاح بقى ملك الترند في الأيام اللي فاتت. الناس كلها بقت بتتكلم محمد صلاح صح ولا محمد صلاح غلط. اللي عمله محمد صلاح في الماتشات وظهوره كان يليق بيه الأداء ده اللي كنا مستنيينه، ولا هو أخفق في أدائه؟ طب إصابته هل تستاهل أنه ما يشاركش، ولا أن الإصابة كانت بسيطة قوي وما استدعتش أنه يروح لحد إنجلترا وليفربول علشان يتعالج؟ لخص الموضوع بعد كل صح وغلط ده أن محمد صلاح نفسه نزل بوست بيتكلم فيه عن أنه بدأ برنامج العلاج والتأهيل، وأهم حاجة أنه قال إن شاء الله أكون جاهز في أقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية، وبرضو بحبها وبحب ناسها وحاولوا أكتر، مع طبعا الإيموجي بتاع اللي يعني اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبوش ما يعجبوش، بس بحب بلدي وحشارك فيها في أول فرصة إن شاء الله. طبعا الكلام وقفش عن محمد صلاح، كمان مدير أعماله هو كمان نزل بوست بيدعمه فيه وبيقول إن قد إيه محمد صلاح يعني بيبذل مجهود كبير جدا علشان يكون موجود مرة تانية في من ضمن فريق المنتخب، وإن من أهم الحاجات اللي بيحاول إنه يعملها هو إنه يقف جنب مصر على قد ما يقدر لأنه يقدر يقدم. طبعا حتى كمان مدرب الفريق كلوب قال إنه ما شافش حد بيحب مصر قوي قد ما صلاح من ضمن الناس اللي شافهم في حياته، قد ما صلاح بيحب مصر. كلام ما وقفش عنده، لأن كلوب لما قال كده رد عليه فريق تاني مصري، وكان الرد الحقيقة غريب قوي. الراجل كان بيتكلم على إن في الناس اللي هو شافهم، هو شاف كام لعيب مصري محترف في حياته عشان يقول من ضمن اللي شفتهم في حياتي يعني. فده ليس تشكيك في الآخرين ولكن شهادة لصلاح. ليه إحنا بناخد كل كلام على إنه تشكيك فينا؟ الترند متواصل دخل فيه الناس العاديين واللي بيتكلموا من قلبهم، زي ما شفنا عبد الله محمد قال عيب عليكم قوي كل الانتقادات دي، الراجل مشرفنا بره في أوروبا وهنا، كل الدعم لصلاح. ومن ضمن الكلام اللي اتنشر أحمد سعيد قال كلام مش مظبوط تماما، الشد العضلي ما بيتجريش عليه، وأي إصابة في الخلفية شد أو مزق ما بتقدرش تتني رجلك بالطريقة دي. صلاح نفسيا تعبان بعد لعبة مرموش وقبلها بعدم أدائه مع المنتخب. محمد صلاح ليست لديه أي إصابات تماما، على مسؤوليتي. يعني هل التقارير الطبية اللي خارجة من المنتخب وخارجة من ليفربول يعني حضرتك بتشكك فيها لهذه الدرجة أنه ما عندوش أي إصابات؟ المختصين قالوا أنه تصرف بمنتهى الاحترافية، علشان كده فضل في مكانه علشان يستوضح الأمر ما يبقاش فيه أثار جانبية أكبر. محمد لاشين قال بصراحة هو المفروض يروح من بدري وياخد الدفاع معاه، يروح من بدري وياخد الدفاع معاه لأن ده مش مستوى الشناوي. كده دخلنا بقى في بقية اللعيبة اللي تم انتقادهم. الشناوي بعد إصابته وأدائه اللي ما عجبش ناس كتير جدا واتريقوا عليه، رغم أن دي نفس الناس اللي مجدته قبل كده. وقال كمان من ضمن الناس اللي اتكلمت أحمد عشماوي، قال إحنا عاوزين ابننا نعالجه علشان الإمكانيات مش متوفرة. إشمعنا صلاح؟ إيه الفرق بين الشناوي؟ راجل هيرفض يسيب المنتخب، الكابتن عمره ما كان بالشارة. ربنا يشفيك يا شناوي وترجع أقوى من الأول. حالة الجدل اللي إحنا شفناها دي سواء حتى بعد كده عن الشناوي اللي اتصاب وساب معسكر المنتخب وخرج هو كمان علشان يتعالج من الإصابة بتاعته دي، أو اللي حصل مع محمد صلاح بشكل الهجوم الكبير اللي احنا شفناه ده، يخلينا نسأل أسئلة. لكن الإجابة على الأسئلة ووضع اللعيبة كمان هتكون من خلال الناقد الرياضي الأستاذ محمد يحيى يوسف اللي معانا على التليفون. يا أستاذ محمد مساء الخير.
يا مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. طب الانتقادات لما تكون من الناس العادية المشاهدين للمباراة واللي عندهم فضول وعندهم رغبة في نجاحنا ده شيء مقبول، لكن لما تيجي انتقادات لمحمد صلاح من لاعبين مصريين ودوليين زيدان ميدو أحمد حسن شفتها ازاي دي؟ يمكن كله بيقول رأيه في موضوع أنا شايف إن هو محدش عنده معلومات كتير فيه، يمكن حالة اللغط اللي موجودة في المجتمع المصري أو في الجماهير المصرية دلوقتي سببه الأساسي هو اتحاد الكرة اللي يعني أخفى المعلومات أو ما طلعش أي بيانات تفيد القصة دي من البداية. سبب الأزمة كلها إن الناس كلها المصريين كلهم عرفوا إصابة صلاح من إنجلترا. لو كان في بيان يسبق موضوع الإصابة دوت من اتحاد الكرة إن في صلاح تم إصابته وإن الإصابة دي هتحتاج لمدة قد كذا ودوت يحتاج إن هو هيسافر ضروري لإنجلترا عشان يتعالج وفي النادي بتاعه عايز يعالجه ده ما كانش هيبقى فيها شوية مشكلة. يمكن أنا معترض شوية ومتحفظ. طب هو ليه ما عملش كده؟ إحنا شفنا بيانات أو تصريحات من المنتخب ومن طبيب المنتخب اللي اتكلم على إصابة صلاح في وقتها، لكن ما شفناش فعلا بيان زي ما حضرتك قلت. ليه ما صدرش بيان زي ده؟ هو ده اللي سبب حالة اللغط. يمكن هم مش عارفين يواجهوا الموضوع ازاي، هم حبوا ان هم يقولوا في البدايه ان الاصابه هتاخد من اسبوع ل 10 ايام على امل ان بعد الاسبوع 10 ايام يبقى في تحسن لمحمد صلاح ويقدر يشارك، لكن لما جم بعتوا الاشاعات العضليه لاصابه محمد صلاح لانجلترا النادي قال ان هو ده مش شد يحتاج اسبوع ل 10 ايام، لا ده مز وممكن يحتاج لاكثر من كده، عشان كده هم محتاجين يعالجوه تحت مسؤوليتهم هم. هو ده السبب الرئيسي. إذن اللي عرض صلاح لكل الهجوم ده من وجهة نظر حضرتك واللي مازال مستمر فيه لحد دلوقتي هو ان اتحاد الكرة ما طلعش البيان اللي يصد بيه الموضوع ويدي المعلومات للناس قبل ما تبتدي تهاجم. بالظبط، هو ده التخوف من ان يبقى فيه يعني استمرارية كتيرة لصلاح في مدة العلاج، هو ده اللي عمل كده. هو التخوف من النادي في انجلترا هو ده السبب الاساسي في ان هم كانوا حاولوا يخفوا الاصابه الحقيقيه لمحمد صلاح. طب وايه هي بقى الاصابه الحقيقيه لمحمد صلاح وفق التقرير الطبي بتاعه المعتمد؟ وفق التقرير الطبي المعتمد من مصر والدكتور المصري ان هو شد عضلي من الدرجه الاولى يحتاج من اسبوع ل 10 ايام علاج. لما بعتوا الاشاعات هناك قال لك لا ده عباره عن مز ويعتبر المز ده بيحتاج ممكن اكثر من شهر. فعشان كده هو ده حاله اللغط اللي هي كانت باينه نوع. على اساس كده النادي بتاعه الانجليزي بعد ان هو خده وقال ان احنا هنعالجه واول ما يخلص مرحله العلاج لو هيلحق مرحله المباراه النهائيه هيبقى موجود ان شاء الله بمنتخب يتاهل. محمد صلاح هيرجع تاني لكوت ديفوار عشان يكمل البطوله ويقدر ان هو يلعب ويشارك في المباراه النهائيه. طيب بص انا عايز اقول لك حاجه استاذ محمد بصراحه، هو كان سؤالي الاول وانا هرجع له لانه الموضوع زاد وطال لحد النهارده. لما يعني انا قلت ازاي اللعيبه الدوليين ولاعبتنا الكبار اللي هم اساسا بينزلوا الملاعب وعارفين ايه اللي بيحصل هم دول يبقى عليهم دور في الهجوم الكبير اللي شفناه على صلاح لحد اخرهم النهارده. كابتن حسام حسن بالزبط. بيقول لو خفيت ما ترجعش، يعني الاصابه بتاعتك دي كانت ممكن يومين وتخف. هما في دور تاني المفروض كان على محمد صلاح غير الاستشفاء وغير ان هو يبقى موجود يبقى يلعب او ما يلعبش، ان هو بصفته المفروض كابتن المنتخب. ده الكلام حسام حسن وكلام اغلب اللعيبه ان يبقى في دور قيادي في المنتخب ان هو بيقود المنتخب، ففكره ان هو يبقى موجود مع الفريق حتى لو مش بيلعب نفسيا بتدي دافع قوي وبتدي يعني احساس اقوى في ان انت تقدر تفوز بالبطوله، تقدر تحفز اللاعبين، يقدر يبقى واقف جنب واحد لما يكون بيضعف او مصاب عايز يشد. بس هدفه اسمى هنا، هدفه اسمى ان هو ان هو يطلع يتعالج عشان يقدر علشان يقدر ينزل يلعب تاني في الماتش يكون فاعل مش بس معنوي. احنا مش شايفين برضو ان احنا عارفين هل هنقدر نصعد للمباراه النهائيه ولا لا، هي دي كانت الفكره. ده الكلام كله بتاع لعيبه الكوره، لعيبه الكوره بالنسبه لهم المعسكر هو المعسكر، خاصه ان الفتره دي في فتره اسمها فيفا ديت، بيبقى محمد صلاح او اي لاعب دولي ضمن المجموعه اللي موجوده تقدر تاخده من النادي بتاعه طبقا لوائح الفيفا، ما ينفعش ان هو يبقى موجود يعني يتاخد بالامر من النادي بتاعه عشان خاطر يشارك في البطوله الافريقيه. طيب صلاح اعلن قال انا بدات العلاج التاهيلي وان شاء الله اخف بسرعه واقدر اشارك مع المنتخب، تعتقد هيرجع ولا مش هيرجع؟ عندك اي معلومات؟ اعتقد اهم من رجوعه ان احنا نتاهل الاول، يعني هذا بالنسبه لنا فكره التاهل بقى ممكن يرجع واحنا مش موجودين. طب هنعمل بيه ايه؟ انت متوقع ايه الماتش بكره ده؟ احنا متفائلين، استنى بس. احنا حتى لو ماتش بكره يا ماتش بكره خلاص هيبقى فيه بعديه ماتش تاني يوم الجمعه تقريبا،
تمام؟ فهي الفكرة الفترة دي ممكن ما يلحقش أصلا يرجع. لكن احنا فكرة ان هو يرجع طبعا هو بقى هيعوز يرجع، لأن أزمة محمد صلاح الرئيسية هي فكرة الحصول على بطولة مع المنتخب، لأن هي دي كل مرة كانت بتعطله على ان هو يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، وحلم من أحلامه بالظبط بالظبط. ويستاهلوا الحقيقة يعني، يعني احنا جداً هو أكتر واحد حريص على انه يكون في الصفوف الأولانية مع المنتخب وياخد البطولة. على كده احنا كلنا كنا حريصين على كده مع محمد صلاح، لكن انا في نفس الوقت مش طريقه التعامل اللي اتعامل بيها محمد صلاح مع المنتخب في الفتره الاخيره يعني محتاجه شويه اعاده نظر شويه منه تاني. بس احنا شفنا ان اللعيبه نفسهم مش متضايقين، شفنا بعد الماتش الاخير اللعيبه رفعت تيشيرت صلاح واللعيبه راحت هنته وكل حد كان بيجيب. هو مفيش مشكله بالنسبه لصلاح مع اللعيبه تماما، محدش قال كده، لكن احنا بنتكلم على فكره ان هو يبقى لعبه او طريقه لعبه بالنسبه له تبقى مفيده للمنتخب بشكل اكبر. ان هو انت شايفها مش مفيده؟ تواجده في جاب كبير ما بين اللعيبه في المنتخب وبين طريقه لعب محمد صلاح. طريقه لعب محمد صلاح اسرع شويه لانه واخد على انه بيلعب مع لعيبه جنبه اقوى واسرع بكثير، فهو ده اللي عامل الازمه كلها شويه. يعني انت شايف ان عدم نزوله ممكن يكون مفيد اكتر من نزوله؟ دلوقتي اقول لحضرتك على حاجه، في فرق بين ان انت بتبقي اسرع من اللي معاكي، فبالتالي الفكر اللي معاكي فكر قليل شويه. احنا خلينا نقول ونعترف ان محمد صلاح واحد من نجوم العالم، سابق جيله كله، سابق اكتر من لعيب في فرقته، فبالتالي هو في قلب المنتخب هو يعني بيجري على الكوره اسرع ما اللعيبه بتفكر هي الباص. يعني انا كده حضرتك قلتها بشكل غير مباشر، ان مفيش، هم مش على نفس الخط، فبالتالي بالضبط. عدم وجوده معاهم ممكن يكون تاثيره افضل، ممكن يكون لعبهم مع بعض اكتر. وذلك ممكن لعيب من اللعيبه بيبقى يخشى ان محمد صلاح مثلا لو بصله الكوره غلط، او هو محمد صلاح بصل الكوره وهو ما لحقهاش، يخشى ان محمد صلاح يصغر يعني انزعاجه من ديت، فدي بالنسبه لهم هتبقى ازمه كبيره عامه في الموضوع نفسه. وضحت جدا، وضحت الفكره ان حضرتك حاططها لنا في برواز كده، هذا هو الفرق وده ممكن يكون التاثير. شكرا جزيلا الاستاذ محمد يحيى يوسف الناقد الرياضي، شكرا جزيلا على مشاركتك معانا في ده. من موضوعاتنا النهارده كمان، اغنى شخص في العالم تغلب على الجميع، اكتساح ساحق للملياردير الفرنسي الشهير برنارد ارنو. تصدر القائمه بلا منازع، تخطى ايلون ماسك بسرعه الصاروخ بعد ما اترفعت الاسهم بتاعته لسعر فلكي. السهم الواحد بس قيمته السوقيه عدى 772 دولار، ثروته 207 مليار دولار وفق فوربس. عارفين المفاجاه ايه بقى؟ ان ثروته دي اكبر من كل الميزانيه بتاعه فرنسا باكثر من 25%. تصوروا ثروته زي ما قلنا ده القيمة السوقية اهي. بيمتلك شركات متخصصة في بيع السلع الفاخرة والماركات العالمية. دخل مؤخرا لسوق الألماز والمجوهرات وحقق فيه نجاحات كبيرة جدا. هذا هو أغنى رجل في العالم يا سادة، عقبالنا إن شاء الله. وطبعا هو وضع فرنسا كده على قمة هرم الأغنياء. آخر حاجة معانا في فقرتنا دي، صدقوا أو ما تصدقوش إن القصص اللي بينشرها عنده على صفحته على السوشيال ميديا رققت قلوب الناس، والناس بدأت تقلده في حاجة حلوة جدا. لما يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأنا صوت من لا صوت له، لما يتكلم على موضوع الحيوانات بالشكل اللي احنا بنشوفه في فيديوهاته ده، وإزاي ممكن تحميهم بدال ما تضغط عليهم، وخصوصا الحيوانات اللي موجوده في الشارع، يبقى لازم يكون معانا مالك هنا في حديث القاهره ونتكلم معاه ونعرف اللي ورا هذا الاتجاه. مالك السوشيال ميديا في هذا المجال بلا منازع مالك جيوغرافيك معانا هنا في حديث القاهره. وخليني اقول لك يا مساء الخير يا استاذ مالك، ازيك؟ يا مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. عارف بحييك من قلبي على ان كل الناس دي تبعتك وقلدتك وبقت بتعمل الحمد زيك. لله. يعني الحمد لله. صوت من لا صوت له، ليه رحت للاتجاه ده ورحت للحيوانات الشوارع؟ ايه اللي شفته وغير في حياتك كده خلاك تاخد الخط ده؟ في البدايه بس خليني اشكر الناس اللي ساعدتني في ان انا اوصل صوت الغلابه دول لملايين من الناس على جميع انحاء العالم.
في مستوى جميع انحاء، يعني انا وصلت لدول عربيه كتير جدا، وصلت لمحافظات كتيره جدا داخل مصر بمساعده ربنا سبحانه وتعالى ثم وجود الناس دي في حياتي. الله. مش انا لوحدي اللي بعمل كده، في ناس كتير بتساعد الحيوانات دي على قد ما بيقدروا، اذا كان طبيا ولا ان هم يطعموهم او يحنوا عليهم او يعطفوا عليهم او حتى يسيبوهم في حاله. حسيت في الفتره الاخيره ان في جهات مسؤوله بتضرهم بتاذيهم. وفي بعض الاهالي للاسف الشديد ماشيه على نفس النظام. ازاي يعني؟ حاولت افكر، يعني في جهات للاسف الشديد بتطلع بتتخلص منهم بطريقه مش المفروض ان احنا نتخلص منهم بالطريقه دي، في طرق كتير نقدر نتكلم نقدر نمشي بيها في التعامل معاهم ترضي ربنا وترضينا احنا كمواطنين، وفي نفس الوقت نحافظ على بعض المواطنين اللي بتخاف منهم او اللي بتتاذى منهم. طيب هقول لحضرتك الفكرة. على فكرة أنا فهمت الجملة دي كويس، إنه ما زال في القانون ثغرات للتخلص من الحيوانات الضالة، وإزاي طريقة التخلص منها، وكلنا واقفين ضد ده، ومع التعديلات اللي لازم تحصل علشان إنقاذ الحيوانات اللي ملهاش أي ذنب دي. طيب أنا حاولت أوصل للناس في كل محافظة، في كل منطقة، في كل شارع، في كل حارة، وصلت للناس قصص ومعاناة الحيوانات دي في الشوارع بطريقتي الخاصة طبعاً، ما قلدتش حد ولا جبت معلومات، ولكن أنا نقلت لهم قصص من معاناتهم، فيها اللي فرح الناس وفيها اللي حزن الناس وفيها اللي خلى ناس كتير جداً في جميع المحافظات تتعاطف معاهم، لدرجة إن الناس بقت تبص للحيوانات دي تفتكر قصة من القصص اللي أنا كنت بقدمها للناس. أنا شخصياً كنت بقف قوي قدام الحيوانات الصغيرة اللي لسه مولودة، اللي أنت بتجيبها وهي مريضة وتعبانة وتعالج فيها وتحط لها قطرة وتعمل لها رضعة وكل الحاجات دي عشان تقدر تقف على إيديها، ده في منهم كتير كان وعمليات كبيرة كمان. يعني الحقيقة أنت فعلاً قدمت نموذج مهم جداً للناس في ده، بس أنا شفت من خلال فيديوهاتك إنك حد بسيط، يعني حد زي جدا. كل الناس اللي موجودة حوالينا، ما انتش غني قوي ولا انت مرفه ولا عندك فلوس زيادة مش عارف توديها فين. ايه بقى؟ كويس جدا ان حضرتك ذكرتي الموضوع ده. انا بشتغل سواق في شركة بفضل الله عز وجل، مرتبي ربنا مبارك فيه لبيتي ولحياتي ولأسرتي وللغلابة دول، انا بخصص جزء من مرتبي لكل حاجة في حياتي. طيب انا مش غني؟ لا انا مش غني بفضل الله عز وجل. على فكره بالمناسبه انا حتى ما عنديش عربيه، ولكن لما باجي انقذ بنقذ باي مواصله او اي حاجه. الموضوع مش ملوش علاقه بغني او فقير او فلوس كتير او الكلام ده، قد ما ليه علاقه بالرحمه اللي جوه قلوبنا، بان انا احنا كلنا جوانا الرحمه، كلنا طيبين، كلنا بنتمنى الرضا من ربنا سبحانه وتعالى والستر. حاولت افكر الناس بالضعفاء المساكين دول. انت قلت صوت من لا صوت له، بس ليه ما بتقبلش تبرعات من حد ولا ان حد يساعد؟ لسه عايز اوصل لحضرتك. انا يا فندم اتعرض عليا تبرعات من بره مصر مبالغ كبيره جدا لا تتخيليها، لا اي حد يتخيل، من بره مصر ومن داخل مصر نفس الكلام. ليه انا رفضت او ليه انا ما قبلتش؟ لان هدفي وهدف المحتوى اللي انا بقدمه للناس اكبر من التبرعات واكبر من المبالغ الماليه. ازاي؟ النهارده مثلا كل الناس بعتت لي فلوس من بره مصر ومن جوه مصر، وانا مسكت مبلغ وقدره. هساعد كام؟ هساعد كام روح؟ هساعد مثلا كام كلب؟ كام قطه؟ 100 200 1000 300 3000، عدد مثلا ما اقدرش عليه مثلا نقول 5000. مش ده هدفي، انا هدفي الملايين الحيوانات الغلابه دول الناس كلها تعطف عليهم. لما حضرتك في منطقتك ولما حضرتك في منطقتك تعطف عليهم وتديهم بواقي اكلك، ما تشتريش اكل، بواقي اكلك، هو ده هدفي. انت حنيت عليهم، احيب انا كده والله. اكل وميه بقليل. اكل وميه واللي متوفرين اللي يتبقى من البيت ما نتشارك فيه بدل ما نحطه في صندوق الزباله. انت قلت انك سواق ومرتبك على قدك وبتصرف كمان على عيلتك وبتعالج الحيوانات دي وتقدم لها اكل، معنى كده ان كلنا نقدر نعمل ده. انت عايز تقول للناس هتقدروا تعملوا ده. طب اصعب موقف مر عليك؟ اصعب موقف معلش، في نقطه بسيطه. شفنا كتير مشاهد ناس فقراء قاعد على فرشة على رصيف جنب منه كلب، صح، ياكل السندوتش يقطع منه حته يديها للكلب اللي جنبه، صح. الموضوع ملوش علاقه بغني او فقير. اصعب موقف قابلني كان في كلبه كنت انقذتها لما تعرضت للدهس، عملت لها عمليتين والمفروض انها كانت تعمل العمليه الثالثه بعد 6 شهور، كانت معدتها خارجه عن مكانها او كده، وكانت خرجتها من العياده بعد العمليتين الاولانيين، والمفروض ان انا كنت ماشي مع كورس العلاج بتاعها،
للاسف الشديد كانت في بيتي واتسرقت من بيتي قبل ما اكمل علاجها وقبل ما اعمل لها العمليه. طبعا انا لسه ما لقيتهاش. الكلبه دي بالمناسبه اسمها قمر. ده كان اصعب وقت قبل. دي كلبه بلدي ولا كلبه ايه؟ بلدي. كلبه بلدي تتسرق ليه يعني؟ رايح اشرب قهوه في بنزيمه، واحد من اللي شغالين في المحطه قال لي ده في كلبه دايسه عليها عربيه بتاعت زباله، تعال شوف. لا قتل بالله. واتسرقت ليه يعني؟ انا ما اعرف الناس تسرق كلاب من اللي ممكن تباعها بعد كده، لكن تسرق كلبه بلدي دي صعبه قوي. هو حضرتك اتخدع لما شاف المنظر وشاف العلاج وشاف الاهتمام، قال لك بس ده كلب ويسوي فلوس بقى. لا حول ولا قوه الا بالله. بطنها مفتوحه ودراعها في كسر وفي خياطه في ايديها، فالموضوع مش يعني. هو لما خدها اتوقع بنسبه 100% ان هو ما خدهاش في الشارع تاني، لا قيمه لها، رماها في الشارع. فهو كده اذى انسان واذى حيوان. حاجه بسيطه بس حابب اضيفها معلش، وعايز اوصل صوت ملايين من الحيوانات دي، خليها تحديدا داخل مصر. احنا بفضل الله عز وجل دولتنا دلوقتي بتتقدم، دولتنا دلوقتي فيها حاجات الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا عليها. نكملها بقى ومعاملتنا للحيوانات الضعيفه دي ازاي. اقترحت وده مشيت فيه وحاولت اوصل لاي مؤتمر من مؤتمرات الشباب طبعا، وما زلت بحاول عشان اعرض فيه الفكره. انا بقترح ان احنا كل محافظه يبقى فيها حته ارض فاضيه متطرفه شويه تتصور، ويبقى فيها مظلات اللي بيتصل الو انا بشتكي من الحيوانات الضاره عندي في المنطقه، بدل ما نروح نتخلص منه تروح عربيه تاخدهم تنقلهم في الارض اللي احنا خصصناها للحيوانات المشرده في كل محافظه. دي ما هياش حاجة مكلفة وتقدر المحافظات إنها بتقولها. أنت صوتك دلوقتي وصل معانا يا أستاذ محمد، وبالمناسبة أنت قدمت لنا نموذج، مش بس لأنه يا أستاذ مالك، لأن مش بس على السوشيال ميديا كان لازم الناس تشوفك معانا هنا في حديث القاهرة، لأنك تستاهل تبقى حديث القاهرة. أنا بشكرك جدا لوجودك معانا وفكرتك وصلت، وإحنا كمان بنضم صوتنا لصوتك. شكرا جزيلا مالك خلفاوي، شكرا جزيلا ليك. سواء بيقسم اللقبة بينه وبين ولاده وبين الحيوانات اللي ملهاش صوت في الشارع. شفتوا قد إيه الرحمة مش محتاجة أنك تكون غني؟ طيب من الفقرة دي لفاصل قصير، ونرجع نقابلكم هنا وحنفتح تليفونات علشان نتناقش، نسمع صوتكم، وكمان نحاول معاكم نحل المشكلات بعد الطلاق، الحالة النفسية للولاد والمشاكل النفسية اللي بتمر عليهم إزاي نحلها مع بعض. ايه هي نعرفها الاول ونتفاداها ازاي، ولو حصلت نحلها ازاي. شاركونا باسئلتكم على رقم تليفوننا اللي هيكون على الشاشه طول الفقره اللي جايه. فاصل ونقابلكم من جديد. أهلا بكم في حديث القاهرة. الفقرة دي هنستقبل فيها تليفوناتكم، هتسألونا ونجاوبكم، مش أنا طبعا، خبراءنا اللي موجودين معنا النهاردة في حديث القاهرة. لأن أي حد حر إذا انتفى العلاقة الزوجية بينه وبين الشخص اللي بيشاركوا حياته، أو خلص صندوق الحب زي ما بيقولوا وما قدرناش نكمل مع بعض، من حقك أنك تتطلق ومن حقك أنك تتطلقي. لكن أكيد مش من حقكم أبدا أن ده يكون سبب في مشكلة وعقدة نفسية لولادكم اللي انتوا قررتوا بكامل ارادتكم تجيبوهم بالحياه. خلينا بقى نعرف ازاي ممكن نتفادى المشكلات النفسيه والازمات والعقد اللي بتحصل لاولادنا لما بنتطلق. خلينا ناخد الاجابات من ضيوفنا اللي مشاركينا النهارده في حوارنا واسئلتنا منكم النهارده على الهوا. معانا ضيفنا العزيز الدكتور محمد محمود حموده، مدرس طب نفس الاطفال والمراهقين جامعه الازهر. اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. ومعانا كمان الدكتوره امل رضوان، استاذ علم الاجتماع جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. انا هبتدي من علم النفس، معلش بقى على غير العاده يعني، ما ببتديش من الستات بس، لان عندي سؤال محيرني. هل فعلا سلوك الطفل اللي والده ووالدته متطلقين مختلف عن سلوك الطفل العادي المتعايش مع عيله كامله اب وام طول الوقت؟ ممكن طبعا، يعني ده مش شرط، مش قاعده، بس ده ممكن. ليه؟ لانه بيحصل حاجه اسمها اضطراب تاقلم، او اللي بنسميه الادجستمنت ديس اوردر. الطفل مع الانفصال ده بالنسبه للطفل عامل ضاغط كبير، واكتر فئتين بيتاثروا بالضغوطات هو كبار السن والاطفال. فانفصال الاب والام ده يعتبر بالنسبه له حدث كبير في حياته وعامل ضاغط كبير. فالطفل يدخل في اضطراب اسمه اضطراب تاقلم، اللي هو مش عارف يتكيف مع الواقع بسبب وجود عامل ضاغط اللي هو انفصال الاب والام. واضطراب التأقلم ده يبقى صورة من ثلاثة،
يا اضطراب تأقلم مصحوب بمزاج مكتئب، فيبدأ كأنه بالظبط عنده اكتئاب بس هنا السبب الاكتئاب هو الانفصال بتاع الأب والأم، أو مصحوب بمزاج قلق فيبقى الطفل كأنه بالظبط عنده اضطراب قلق وخايف ومتوتر من كل حاجة في الدنيا بس السبب هنا هو الانفصال، أو يدخل في حاجة اسمها اضطراب تأقلم مصحوب باضطراب سلوك فتبدأ سلوكياته تضطرب، فيبقى طفل كذاب ويسرق ويوقع ما بين الناس ويوقع ما بين الأب والأم وسلوكياته تبدأ تسوء، وده نموذج بنشوفه كتير قوي بعد انفصال الآباء والأمهات، نقول إنه كان سلوكه كويس وبعد ما بابا ومامته طلقوا بقى سلوكه وحش وبقى بيمشي مع أطفال مش تمام وبيعمل سلوكيات مش كويسة وبيكذب وبيوقع ما بين بابا ومامته وبيستفيد أو منتفع ما بين الطرفين. انه بيوقع فبياخد مكسب من هنا ومكسب من هنا. ده دلوقتي بقوا بيعملوا عليها افلام ومسلسلات للاسف وكانها بقت يعني حاجه ترفيهيه. نسبه كام لكام تقريبا الاطفال اللي بتتاثر التاثر السلبي ده للاطفال اللي حياتها ما بتتاثر؟ لا هو ما فيش نسبه محدده لانه الاب والام هم اللي بيحددوا ده. يعني ايه؟ يعني لو الاب والام انفصلوا بشكل محترم والعلاقه بينهم كانت جيده وما غابش الاب وما غابتش الام عن الطفل وعن حياته فهم انفصلوا كانهم موجودين، فالطفل مش هتأثر. متزن ما بيتأثرش بالشكل الكبير. لكن طب احنا قادرين اللي بتشوفه حواليك احنا عندنا ده بيتنفذ نسبة كام لكام تقريبا من الأمهات والأبهات اللي فاهمين ما ده؟ ما احنا برضو ما نقدرش نقول نسبة لأنه ده مختلف من فئة لفئة ومن مجتمع لمجتمع ومن ثقافة لثقافة. في ناس ثقافتها الطلاق باحترام فالطفل مش هيتأثر نفسيا، وفي ناس ثقافتها لا احنا هنطلع عينك. لكن من خلال مشاهداتك ما قدرتش تحس قد ايه ان الناس بتتعامل كده؟ ملهاش نسبة. طيب خلينا نروح لجزئية تانية بقى، واذا كنا بنتكلم في علم الاجتماع في ناس بتعتبر الطلاق كزوج وزوجة وخصوصا الزوجة وصمة عار، فهل الطفل كمان ممكن يعيش احساس ان دي وصمة عار في حياته فيبتدي يخبي يبتدي اصحابه يعايروه بيها يتنمروا عليه بيها؟ ده ممكن يحصل؟ هو طبعا مبدئيا هي بتفرق من طفل لاخر على حسب بنيته النفسيه على حسب المرحله العمريه اللي فيها على حسب تعامل المحيطين بيه منها، ومن ضمن الحاجات كمان ان في اطفال بيشعروا بالذنب انه كانه هم السبب في الطلاق ده، لان احيانا الاب او الام بيقولوا قدامهم كلمه انا مستحمل عشانك انا مستحمله عشانكو، فبيحسوا ان الاب مضغوط او الام مضغوطه نتيجه استحمال عشانهم نتيجه أسئلة بقى هما مش قادرين يستوعبوا اللي حصل نتيجة أن نموهم العقلي والنفسي لم يكتمل بعد، فبتلاقي أنه هو بيقعد يسأل نفسه طب أنا عملت إيه غلط، طب هما ما بقوش يحبوا بعض هيجي عليهم وقت مش هيحبوني، فبتبتدي مخاوف جوه الطفل كتيرة جدا. وفعلا في أطفال بتدي زي ما الدكتور قال أن في بتبقى ليهم سلوكيات عدوانية تجاه المجتمع تجاه الآخرين، عنف، غيرة أحيانا من الآخرين اللي بينعموا بحياة أسرية مستقرة على عكس ما هم محروم من ده أو ده. ففعلا هي الحل في الطلاق الراقي المحترم، بس المجتمع مازال بيتعامل بصورة غير يعني خلينا نقول مش 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 متقبلة للطفل المطلق ده في الجامعة مثلا في المدرسة مثلا بين زمايله. المجتمع بيوصم الناس كلها بكل شيء مع الأسف، احنا عندنا صور نمطية سيئة لكل حاجة، مش فاهمين ان ده ربنا يعني حلله هو أبغض الحلال ولكنه أفضل من العيش في صراعات، ولكن ما بنوصم المرأة المطلقة الرجل المطلق الاطفال ممكن المرأة والطفل يبتدي فعلا يحصل زي ما حضرتك بتقولي تنمر على الطفل او مشاكل، فيبتدي ان هو اوقات ممكن ان هو يخبي حتى انفصال الاب والام عشان ما يبقاش صورته وحشه، ممكن تبقى حتى مخاوف لما يكبر ان ده، لان دي حتى على فكره هو اوقات فعلا في دراسات اتعملت ان في ابناء الطلاق بيبقوا عرضه اكثر للطلاق، فحتى لما بيبقى طول الوقت في عقله انه متسجل صوره ان دي حياه زوجيه وبتنتهي بالشكل ده. هنروح للنقطه دي تاني تمام. بس نسمع اول صوت معانا ام جنات من البحيره. يا ام جنات اتفضلي. للاسف الخط قطع، كلمينا تاني. لكن التنمر وعلاقته بالطلاق بيبقى مؤذي جدا للاطفال، في الحالات اللي زي دي بنشوف اطفال ترفض تروح المدرسه مثلا. طيب بس خلينا نتفق انه مش حاصل ده دلوقتي بالشكل اللي كان زمان، يعني زمان كان فعلا الناس بتداري فكره ان هم مطلقين والطفل والده ووالدته منفصلين كان الموضوع بيبقى مشكله كبيره، فظل زياده اعداد الطلاق في الفتره الحاليه في مصر لا الموضوع بقى ابسط من كده، لانه ممكن يبقى نص الفصل الاب والام مطلقين وممكن ما يبقاش عادي. يعني انا مثلا شفت بعيني انا شخصيا ان الاطفال في المدرسه طول الوقت بيتكلموا مع بعض، انا بابايا جاب لي ده، انا دي الشنطه دي اللي بابا جابها لي، انا هديت مش عارفه اتعشيت امبارح مع بابا فين.
فدول وده ممكن يحصل وهما منفصلين، يعني ممكن الاب والام منفصلين والاب جاب له هديه او الاب بيروحوا يحكوا ده للاولاد العاديين فيبقى عندهم حاله من حالات الانزعاج من المروح للمدرسه. والطفل المنفصل برضو والده ووالدته نفس الحكايه، ما هو بيبقى بيشوف والده بيشوف والدته فممكن يحكي ده. احنا بنتكلم عن اللي انفصلوا ولا عن الاب مقاطع الاسره او اختفى من حياه الاطفال كنسبه كام؟ انا يعني احنا عندنا ازمات شديده جدا بعد الطلاق، ان الابهات والامهات بيبقى في بينهم حرب. انا يعني حكايه الحرب اللي بتحصل بعد الطلاق دي ايه علاقتها بالاطفال وبتاثر عليهم بنسبه قد ايه؟ يعني هم بيبقوا فعلا زي ما حضرتك بتقولي هم داخلين حرب، هم عندهم كراهيه او رغبه في الانتقام، فالانفعالات الكبيره دي بتشوه التفكير المنطقي، فبالتالي بينسوا الاطفال وبينسوا مصلحه الطفل ونفسيه الطفل وكل المشاكل اللي ممكن، فبيبقى بيتعمد حتى احيانا احد الطرفين او كليهما انه يشوه الاخر في نفسيه الطفل، انه يحمل الاخر ده هو السبب، هو سابنا، هو تخلى عننا، هو يعني يبتدي يشوه دون ادراك دون أكثر. ادراك خطوره ده على نفسيه الطفل، وان هو كده بدمره نفسيا وبحطمه، وان بحطم النموذج الاب او الام في عينيه. لكن هم بتبقى الصراعات اقوى بكتير جدا، يعني مع الاسف يعني فعلا الواحد بيسمع لقصص وحالات حقيقيه مشينه، ان طفل لما يبعت فويس نوت لوالده ويقول له انا بكرهك، ما تكلمنيش تاني، انا مش عايزك. الله أعلم بالأحداث إيه، ولكن يعني ممكن يكون الأب مخطئ، بس هنا الأم على الأقل تقوله لا برضو بابا ما ينفعش نقوله كده، هنا دور المفروض إن أنا أحاول أصلح العلاقة، حتى لو في طرف متخاذل شوية الطرف التاني يبقى أعقل ويحاول إن هو يصلح ما بين الأطفال عشان نفسية الطفل، عشان ما شوهش ده برضو. حتى أحيانا لا ده ماما هي السبب، لا ده يعني كل الصراعات دي والرغبة في الانتقام، واللي طبعا مع الأسف بتوصل لمحاكم الأسرة والقضايا، كل ده هينعكس. وده الأغلب الأعمال اللي بنشوفه حوالينا وبنسمع قصصه. أم محمد من كفر الشيخ اتفضلي، خلينا نوطي صوت التلفزيون شوية. أم محمد اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. حضرتك، والطلاق يعني طلاق الأب والأم ممكن يأثر على الشباب برضو في مرحلة المراهقة 18 سنة و 17 سنة وكده، في حالة ان الام اصلا مش عايزة الولاد يقعدوا مع ابوهم، وفي نفس الوقت هي مش قاعدة معاه، يعني هي سافرت بره مصر سابتهم قاعدين شقة لوحدهم ومنعاهم ان هم يقعدوا مع ابوهم او ابوهم يقعد معاهم، رغم ان ده سن المفترض الولاد فيه ممكن ترجع لابوهم بحكم القانون يعني اذا اختاروا. وهي كمان بتقول انا كده وصلتهم لبر الامان. هل هي كده وصلتهم لبر الامان؟ 17 سنه و18 سنه بر الامان وصلت يا ام محمد. اسمعي من ضيوفنا، اتفضلي يا دكتور. لا طبعا، هو 17 سنه هو مش بر الامان ولا حاجه خالص، بالعكس هو في الوقت ده هو محتاج وجود الاب، لو ولد بالذات محتاج وجود الاب اكتر من اي حاجه تانية، لانه هو الوقت ده وجود الاب هو اللي هيحميه من انه يدخل في جروبات او في علاقات اجتماعيه ممكن تكون سلبيه وتضره. بالظبط كده، فهو الوقت ده هو محتاج وجود الاب جدا، فمفيش حاجه اسمها وصلته لبر الامان. الحاجة التانية، هو الطفل في سن 17 سنة هو مازال طفل، يعني لحد ما يكمل 18 سنة احنا بنعتبر كل اللي تحت 18 سنة دول أطفال، والتعامل معاه محتاج يبقى بشكل فيه حكمة وفيه عقل، عشان أنا محتاج أكسبه مش أخسره، وخصوصا انه في المرحله دي هو بيبقى بيبعد عن مامته، وشايف ان مامته ما ينفعش تشوف اصحابه، ما ينفعش تقرب منهم، ما ينفعش اصحابه يتريقوا على مامته او يقولوا عليها كلمه او يقولوا مامتك حلوه، ما تمشيش معايا في الشارع او الكلام ده، فهو بيبقى سنسيتيف جدا لاي كلمه بتتقال على الام، فهو محتاج وجود الاب، فما ينفعش ان الام بقى هي اللي تخش تمنع تواجد الاب في المرحله دي، انا كده باثر سلبا في الطفل بشكل كبير جدا. بالعكس، انا محتاج الاب يكون موجود، والاب يكون سند، والاب يكون ظهر، لان الطفل في المرحله دي محتاج انه يحس ان في حد بيحميه وحد بيسنده وحد وراه وحد بيدعمه، فلما احرم الطفل من ابوه في المرحله دي فانا كده بهرج، يعني انا كده ما بسيبلوش باب غير انه يروح للحاجات اللي ممكن تاذيه. ام كده. حسام من السويس، اتفضلي يا ست ام حسام. ام حسام من السويس. ألو. اتفضلي. ايوه يا دكتور، اتفضلي سامعينك. ايوه استاذه، ايوه سامعاني كده؟ سامعاكي كويس، اتفضلي. طب عايزه اسال سؤال للدكتور بس. انا منفصل انا وزوجي ومعايا ولد من جوزي الاولاني.
وابن ده يعني زي ما قال الدكتور ان هو بيكذب وان هو ايده بتتمد برضه. فعايزه تعرفي تعملي معاه ايه؟ عايزه اتصرف اتعامل معاه ازاي يعني؟ فهمنا يا ام حسام. انا هاخد الرد ده كمان من حضرتك. ايه بس هي بتقول ايه؟ بتقول إبنه؟ هي منفصله بس عندها ابن من جوزها الاولاني. ايوه عليه ظهر عليه حاجات خاصه بالعنف وانه بيمد ايديه وبيكذب. هو ده بقى اللي احنا بنقوله، الطفل ده بدا يدخل في اضطراب سلوك. فاحنا هنا غياب دور الاب وانه الطفل بيتربى في وسط اسره مفككه يظهر عليه اضطراب السلوك، واحنا هنا محتاجين ان احنا نقاوم ونصلح. طب نقاوم ونصلح ازاي؟ لازم ابوه يبقى ليه دور او جوز الام يبقى ليه دور عشان يساعد انه يصلح سلوكيات الطفل ده. وغالبا ما بيحصلش ان جوز الام يبقى ليه دور لان هو عنده احساس بالتخلي، قليلين قوي جوز الام اللي بيحتضن ويقرر انه ده ابنه فيتعامل معاه بنفس الطريقه ويربيه ويصرف عليه بنفس الطريقه. فهنا في مشكله، فهي محتاجه انه الاب يكون موجود عشان الاب هيقاوم كتير الحكايه دي. طب ولو الاب رافض؟ غالبا الابهات جوز الام بقى ياخد الدور. طب لا هي مش هتكبر جوزها علشان ياخد باله من ابنها كده. مفيش نموذج ذكري في حياه الطفل ده وهو ولد، فطبيعي هينجذب للاطفال التانيين اللي بيدوله احساس بالقوه والامان. لا ما احنا عايزين ننقذ ما يمكن انقاذه دلوقتي. طب اخد رايك كمان الدكتور امل، ايه اللي ممكن ينقذ الطفل في الحاله دي او يقاوم سلوكه اذا كان الاب مش موجود واذا كان زوج الام مش هتجبره على انه ياخد باله منه؟ هو ممكن برضو احد يعني الاعمام او الاخوال او هي تحاول انها تقوم ده، لان اوقات بتبقى هي ارمله الاب كده كده مش موجود مثلا، حتى لو سواء الاب يعني مطلقه وهو متخلي او هي ارمله، فهي بتحاول تقوم بالدور ده الى حد ما. طب انها توجهه إيه؟ يعني انا شايفه ان هي توجهه، تتكلم معاه، تحاول انها تقول له انت اكبرت انت، بس يعني معنى انك كبرت ان انت حد بقيت مسؤول، تحاول انها تشغل وقته بما يفيده، تخرج الطاقات اللي جواه. هما في سن مرحله المراهقه دي هي مرحله صعبه، فهي تصاحبه، مهم ان يبقى في صداقه ما بينهم، تخليه يشترك في انشطه خصوصا الانشطه الرياضيه دي هتطلع الطاقه اللي جواه، دايما تقربه مثلا من الصلاه ومن الحاجات ان هو يبقى قريب من ربنا عشان ان هو يتفادى الكذب حرام الانحراف اي شكل من اشكال الانحراف التعاطي المخدرات. احنا دخلنا في مرحله اضطراب سلوك، خلينا واقعيين، هي بتتكلم على طفل ده كده محتاج انه يلجأ في مرحله اضطراب سلوك. فاحنا محتاجين يعني هو لو كان بيستجيب لكلامها ما كناش وصلنا لانها تتصل، غالبا مش هيستجيب في سن المراهقه غالبا مش هيستجيب يعني ده ما بيسمعوش الكلام. فاحنا محتاجين تدخل علاجي او محتاجين وجود نموذج ذكري يساعده انه يتغير، لكن كلامها مش هيبقى مفيد ابدا في المرحله دي. اذا ممكن تديني الخطوه الاولى انا عشان اقنع ابني اللي انا مش قادره اتعامل معاه قوي ان انا اخده واروح بيه لدكتور او طبيب نفسي. ازاي دي هيقتنع؟ اصل احنا مش لازم نحكي له ان انت رايح لدكتور امراض نفسيه. ماشي، انت دلوقتي عندك هي دلوقتي عندك مشكله في السلوكيات، انت دلوقتي عندك مشكله في السلوكيات واحنا شايفين ان سلوكياتك دي غلط، انت راضي عن سلوكياتك فهو شايف ان سلوكياته غلط بس هو مش بيغيرها. طب هيقول يعني لك راضي؟ لا لا، هو بيبقوا شايفين ان سلوكياتهم غلط بس هم مش عايزين يغيروها. يعني هو عارف انه بيعمل اخطاء بس مش عايز يغيرها، فعايزين نروح لدكتور يساعدنا ان احنا نتغير او ندخل طرف ثالث ان احنا مش عارفين نتفاهم. فبيوافق انه يدخل طرف ثالث وبيروح اول مره للدكتور. شطاره الدكتور بقى ان في اول مره دي يلقط في علاقه علاجيه مع الطفل، يعني يعمل رابور او علاقه طبيبيه مريضيه مع الطفل ده فيبدا الطفل يحبه، يحب انه يتكلم معاه ويصاحبه. هنا الدكتور هيقوم بالدور الاب او جوز الام ما قامش بيه. تمام. طب خلينا نشوف ام ساجده هتشاركنا بايه. ام ساجده اتفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حضرتك انا كنت متجوزه قبل كده ومنفصله عن جوزي بقالي 4 سنين ومش راضي يوريني بنتي. بعدين ومش راضي يوريني بنتي خالص وهي عايزه تشوفني، وما شاء الله هي كبرت دلوقتي عندها كام سنه وانا ما اعرفش عنها اي حاجه، فهي بتقول انا عايزه اشوف ماما وهو مش راضي يوريهاني. عندها كام سنه بنتك يا ست ام ساجد؟ عندها 6 سنين. 6 سنين. انت اتجوزتي تاني؟ اتجوزت ومعايا بنتي تاني. عندها كام سنه بنتك الثانيه؟ عندها 3 سنين. شكرا يا ام سجد. عايزه تعرفي تعملي ايه مع بنتك دي؟ مش عارفه اعمل ايه ونفسي اشوفها، انا بقالي 4 سنين ولا 5 سنين اهوت واخدينها مني وما اعرفش عنها حاجه. عندك اي تعليق؟ عنها حاجه يعني مش عارفه مكانها مخبيينها يعني عندك يعني ولا... الدكتوره امل عايزه اسالك كام سؤال يا ست ام سجد. يعني هل انت عارفه مكانها وهم مانعينك تزوريها ولا انت اصلا مش عارفه؟ أيوة. مكانها ايوه هم، انا عارفه مكانها فين وهم مش راضيين يخلونا نشوفها. ليه بقى؟ عشان انت اتجوزتي ولا عشان حاجه تانية؟ هم قالوا لي طالما انت اتجوزتي خلاص انت هتشوفيها دي وكده. طب واهلك بتدخلوا في الموضوع؟ اهلي بيتدخلوا مع اهله وهم مش راضيين برضك.
عندك اي سؤال يا دكتور قبل ما نرد؟ ما هنا بقى المشكله في العند اللي احنا داخلين فيه. هي تقدر ترفع قضيه وتاخد رؤيه للطفله لانه ده حاولتي ترفعي اي قضيه؟ راحت معانا ست ام سجل في الحاله دي تعمل ايه؟ انا عشان هل ينتفي حقي الطبيعي في ان انا ابتدي حياه ثانيه واتجوز لو فشل جوازتي الاولانيه؟ لا طبعا ده يعني ده حق ربنا بيتي. طالما حق ربنا شرعه الناس هي اللي بتحرمه، العرف والمجتمع وحتى القانون هنا فيه ثغره برضو. فكره ان زواج الام بيحرمها من حضانه الطفل هو هنا دي مشكله حقيقيه، لان الطفل في مرحله صغيره هو محتاج بالتاكيد الام اكتر. فيعني هو زي ما الدكتور قال هنا ممكن تعمل قضاء اذا انتفت او حاولت كل المحاولات، تدخل الاهل، محاوله اقناعهم، محاوله تدخل حتى شيخ او حد كبير يعني يقدر ان هو يتواصل معاهم، ان ده مش عشان الام، ده عشان نفسيه البنت نفسها، ده لمصلحه البنت. لو فعلا هي حاولت كل المحاولات دي ومع الاسف ما فيش مجال، يبقى هي قدامها انها القضاء. لكن هو الفكرة ان احنا محتاجين ان الاب ده يفهم ان ده مصلحة الطفلة، ان الطفلة بتتضرر نفسيا ضرر رهيب من حرمانها من الام. طفلة ست سنين ما تشوفش امها بقالها اربع سنين. برضو خلينا نتفق اتفاق انه القانون بيقول انه لو الام اتجوزت فالحضانة بتروح لامها. فكون الحضانة موجودة. فكون إذا موجودة. إذا موجودة. بس إذا توفت الأم أو حالتها الصحية لا تستطيع أو في حاجة أو في قضية أسقطت الحضانة عن الأم وعن الجدة. لا ما تصورش إن هم داخلين في المرحلة دي في موضوع القضايا وإلا كانت شافت حكاية الرؤية. أنا عايز أسألك على حكاية الأم اللي عندها بنت وفكرة إن تتمنع البنت من إنها تشوف أمها لمجرد إنها اتجوزت واحد تاني، لأن ده خطر على البنت. دي بنت ومش من المفترض تقعد عند راجل غريب ولا تدخل بيت راجل غريب وحاجات كده. بس خلينا نسمع الاول الست اسماء من المحله. ست اسماء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. إيه انا الحمد لله ما فيش مشكله ولا حاجه، بس كان عندي راي شويه مختلف، ان ممكن يكون الانفصال مش لازم يكون انفصال بمعنى طلاق او انفصال بمعنى سفر اب او الاب متوفي. ممكن الانفصال ده يبقى انفصال داخلي، يعني هم عايشين في عالم وابنهم في عالم تاني خالص. يعني ممكن يكون الحياة وظروفها والدنيا والشغل خلتهم منفصلين داخليا. ده الأسوأ. ان هو حاسس ان هم مش حاسين بيه، عايش معاهم ومش عايش معاهم بالضبط. ف يعني انا شايفة من وجهة نظري ان هو طبعا ظروف الحياة والدنيا والمعيشة والغلو وكل حاجة لازم الاثنين يشتغلوا عشان يكفوا بيتهم ويكفوا أولادهم وطلباتهم، بس لازم يكون في وقت ليهم، لازم يكون الأب صاحب لابنه، مش مجرد ان هو بنك واي تي ام اتفضل انا عايز فلوس عايز كتب عايز لبس عايز مش عارف ايه. جيتي على الجرح والله يا ست اسماء. يعني انا اكتر جمله بسمعها، انا بقالي يومين ما شفتش ابني، انا بقالي 3 ايام ما شفتش بنتي لما ارجع. عندك حق وشكرا لمشاركتك معانا يا ست اسماء. في دقيقه تعليقك على اللي قالته ست اسماء، هل ده بيبقى تاثيره فعلا على نفسية الأطفال زي تأثير برضو الطلاق وإن يعني الطفل يدخل في اضطراب سلوك ولا يدخل في تأثير الطلاق بيكون أكبر بكتير، لأنه حتى لو الأب بيشتغل طول الوقت والأم بتشتغل طول الوقت فوجوده ما بين الاتنين في الآخر ده بيحميه وبيحسسه أنه في الآخر هما موجودين وهو في رقابة، لأنه مهما كان الأب بيغيب ففي يوم على الأقل أو ساعتين في يوم أو whatever هو موجود وبيشوف ابنه. لكن في الطلاق بنخش في قصة العند اللي بيبقى الآباء والأمهات فيه مع بعض، فكل واحد مش عايز يوري التاني وهكذا. وطبعا من الحاجات المشهورة قوي اللي بتحصل بسبب الطلاق انه بيحصل ايدنتيفيكيشن وذ اجريسور، يعني الطفل اللي شاف ابوه حرمه من انه يخليه يشوف مامته هيكبر يبقى بنفس الطريقه، لانه دي حيله دفاعيه بتحصل باللاوعي بتاع الطفل فيكبر اراديا لما بيكبر عنه. يكبر يعمل نفس اللي ابوه عمله. طب هو سؤال بقى قبل ما عشان اقفل النقطه اللي قبلها، موضوع حرمان الام من بنتها لمجرد انها تزوجت بذريعه ان مش هتدخل على الراجل غريب، ايه رايك في الموضوع؟ ده كلام فارغ طبعا، ما فيش حاجه اسمها كده. البنت محتاجه انها تكون في حضانه الام، لانه اصلا القانون بيقول الحضانه حق للمحضون، يعني ده حق الطفله انها تكون مع امها طول الوقت عشان هي اللي هتربيها وهي اللي تاخد بالها منها، وخصوصا في فتره المراهقه هي محتاجه حد يعرفها يعني ايه بلوغ ويعني ايه علاقات عاطفيه ويعني ايه اي حاجه، فما فيش ده. وزوجة الأب ما بتعملش ده بالشكل المناسب حتى لو كانت كويسة، لأنه دايما عندها أولويات أخرى يعني. وبعدين فكرة إنها بتفكرك بيها وبتفكرني بيها بالظبط كده. طيب إيه هي المرحلة الحرجة اللي لازم أخد بالي منها
ان ابني في مرحله حرجه فلازم انتبه وازاي اتفاداها؟ يعني هي عادة بنقول دايما مرحلة المراهقة هي يعني مرحلة خطر أو مرحلة حرجة، ولكن أنا بشوف أن البداية هي أن يبقى في صداقة مع الطفل من هو صغير قوي. هو أنا لو بدأت يعني بنيت العلاقة صح من الأول من هو بيبي صغير وبقت في علاقة صداقة وود واحتواء عاطفي، ويمكن حتى تعليقا على أستاذة أسماء أن هي بتتكلم على فكرة الإشباع العاطفي، أنا بشوف أنه هو ما يقلش أهمية عن الإشباع المادي، وأنه هو بالفعل زي ما هي بتقول أنه ممكن طفل يبقى موجود في أسرة مش منفصلين ولكن هو ما فيش إشباع عاطفي، وممكن يبقى منفصلين وفي إشباع عاطفي، الاثنين قايمين بدورهم بطريقة إلى حد كبير سليمة. فمهم بتضر كده الطفل وبتضر كده الطفل بس درجة الضرر بتختلف وبتكبر يعني على حسب اللي بيحتاجه الطفل، طريقة الانفصال وما بعدها يعني، ولكن هي فكرة ان يبقى في دايما علاقة صداقة بين الأب والأم وأولادهم، في يعني في ما فيش خوف، ما زرعش في الخوف من الطفل، لا تعالى وقول حتى لو غلطت، لا أنا بحبك في كل الأحوال وحسامحك وحفهمك غلطك، والعقاب طبعا يكون عقاب إنساني ما يكونش عقاب بدني، يكون حرمان من أمر ما، يكون بطريقة تربوية سليمة بحيث أن أنا ببني شخصيته مش بهدمه مش بخليه خايف هيكذب اكتر عشان هو خايف، يعني اللي هتزرعه هتلاقيه. لو الطفل ده وابنك ده بالنسبه لك هو خزنتك في الحياه فانت هتتعلم ازاي تتعامل معاه سواء انفصلت او عايشين في نفس البيت. احنا كنا بنفتح الموضوع بس عشان نقول لكم ان حتى لو انتوا عندكم حريه الانفصال خدوا بالكم ان في ناس هتتاثر وهياثر عليها في حياتها، لان ده نموذج الزواج اللي هيكون في عينيهم. أنا بشكركم جدا على حضوركم معنا النهاردة وإجابتكم على أسئلة مشاهدينا. شكرا دكتور محمود حمودة مدرس طب نفس الأطفال المراهقين جامعة الأزهر. شكرا شكرا دكتورة أمل رضوان أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس. شكرا جزيلا. حلقتنا خلصت خلاص 9 مساء، إن شاء الله بكرة نتقابل وحديث القاهرة. صباحوا على خير.